تمام كده؟ لسه ثانية واحدة. تمام، أنا كده عملتك أنت الهوست. طيب اوكي. تمام، معتصم سمعنا؟ معتصم؟ الو، ايه سامعني كده كويس؟ تمام، اه سامعينك كويس الحمد لله على ازيك السلامة. يا معتصم؟ عامل ايه؟ الو، معتصم سامعني؟ معتصم؟ الو كده سامعني؟ ايوه تمام. انت سامعنا؟ تمام. انا عامل كنت ايه؟ الحمد لله تمام. كنت فاتح من على الويب، كنت فاتح من على الكمبيوتر، فالسماعة عندي اللي هي الهيدفون العادية، مش السماعة الهاند فري، مش الهيدفون، فما كنتش عارف اتكلم، عمال اقول الو الو، فحتى المايك قفلت الجهاز وفتحته عشان انا يعني السماعة بتشتغل الحمد لله شغال. ولا طيب يهمك، زي خير، كل احنا سامعينك. تمام، انت عامل ايه يا معتصم؟ انت قول لي كده، خريج ايه؟ بتدرس ايه كده بسرعه سريعا؟ انا في جامعة الازهر كده، شغال في مجال الاندرويد، بس داخل يعني داخل عشان ايه؟ معلش، شوية لا تاني، معلش، اقوي نفسي في اللغة، في لغة وصلت البرمجة لحد يعني. فين في الاندرويد؟ طيب ايه، وصلت لحد فين في الاندرويد؟ انا شغال بريتروفيت دلوقتي، بعمل الكود بتاع الريتروفيت اللي هو الكونفرتر والبيلدر وكده، وشغال ماسك ابلكيشن مطاعم بكذا ابلكيشن، مش واحد يعني، ممكن اعدوا 5، بخلص ما شاء لهم الله. شغل الباك اند والشغل اللي هو الخاص بالسيرفر سايد. انت بتشتغل باك اند كمان، بتعمل اي بي اي وكده؟ اكيد طبعا بكاري ريسيت اي بي اي، عشان هو ده اللي بعمله في الجيسون، الداتا اللي بتبقى جايه انا بعرضها في الانترفيس بتاع اليوزر، وانا اللي بكريت الموديل والفيو والكنترولر طبعا. حلو فبشتغل جدا. بشتغل ام في في ام في في ام الاركتكتشر بتاعي يعني ام في في ام، فل جدا ما شاء بس الله. الشغل القديم كله كان معمول بلدي كده، ف ايوه يعني ما فيش ستاندرد اركتكتشر باترن وما فيش ديزاين باترن للاب، فطبعا انا اللي بكود كل حاجه يعني، في مشاكل ياما بتقابلني، فانا اللي بكود، بضطر اخد اي بي اي بضيفه عندي في الداتابيز، واي بي اي بشتغل بيه طبعا، اللي هو اللي بيبقى مسؤول عن اللوجن، اللي هو اللي اسمه اللي بيبعت الريكوستات، اللي هو اللي بيجيب طلبات المطاعم وكده، والاي بي اي التاني اللوجن. حلو جدا ان شاء الله. طب كويس، لينا كلام سوا انا وانت. طيب، باشمهندسة آية تمام كده ولا هي خرجت ولا ايه؟ طيب ماشي، انا ممكن اريكورد، هي بتريكورد اصلا. طيب نعمل شير بقى للسكرين بتاعتنا. ابدا ريكورد انا كده هندسه ولا ماشي، ابدا ابدا. مش حلو الدحيح. الصوت بيقطع. طيب الدي جي عمل ميكسر. من اول ما انت عملت ما شير يا لحقناش. باشمهندس، اول ما انت عملت شير هو قطع شويه، بس عشان الابلود، اول ما عمل ابلود بس شويه هيظبط ان شاء الله. طيب سامعني كده يا شباب؟ كويس اه ان شاء الله. كده تمام. طب كده تمام ولا لسه؟ بص حلو، كده باختصار، باختصار، هو ايه فائده اللوب؟ او احنا ليه عمل اللوب؟ تمام؟ وفي كذا نوع من اللوبس، امتى بستخدم ده؟ وامتى بستخدم ده؟ وامتى بستخدم ده؟ تمام؟ تعالوا كده نتكلم في الموضوع بشكل بلدي شوية. هو يعني أصلاً اللوبس
والكونديشن ستيتمنتس هما كلهم يا شباب كده بينطبقوا تحت توبك واحد، تحت اسم توبك واحد اسمه الفلو ستيتمنتس او الكنترول ستيتمنتس. حلو. طيب باختصار كده يعني ايه كنترول ستيتمنتس يا شباب؟ يعني هي جمل تحكم. يعني ايه جمل تحكم؟ يعني انت بتتحكم في مسار البروجرام بتاعك هينفذ ايه ومش هينفذ ايه، هيكرر ايه ومش هيكرر ايه، وامتى محتاج الستيتمنت دي تتنفذ او الامر ده يتنفذ ويتكرر معايا بناء على كونديشن معين. يعني ايه بناء على كونديشن معين؟ يعني لو الكونديشن اللي انا حطه ده بيساوي ترو، يعني القيمه بتاعته، يعني الكونديشن ده اتحقق معايا، يبقى انا محتاج ان انا اكرر الحاجه اللي جوه اللوب دي او الستيتمنت دي. تمام كده. طيب تعالوا نتكلم بسرعه باكزامبل، او ندخل على طول في الموضوع باكزامبل. بس قبل ما اتكلم عن الاكزامبل تعالوا نشوف هي انواع اللوبس اللي عندنا وامتى بنستخدمهم. انا في عندي حاجه اسمها الفور لوب. الفور لوب دي ليها سينتاكس معين، ليها طريقه معينه في كتابه الكود. ايه هي؟ كيورد اسمها فور، وهنا بياخد مني انيشاليزيشن او الانيشال فاليو، القيمه اللي هيبدا من عندها العبد. تمام. تاني حاجه الكونديشن بتاعي اللي هو لازم يبقى بترو علشان اللوب دي تتكرر او اللوب دي تشتغل. حلو. تالت حاجة عندي في حاجة اسمها الانكريمنت او الديكريمنت. تمام كده؟ الانكريمنت او الديكريمنت او الكاونتر. حلو؟ وبعد كده بنفتح القوسين دول ونبدأ هنا نحط الستيتمنتس بتاعتنا اللي انا محتاجها تتكرر. يعني ايه اللي هيحصل او الميكانيزم بتاع الفور لوب دي ماشي معايا ازاي؟ اللي بيحصل كالآتي: عنده initial value بيبدأ من عندها العد. يعني زي مثلا انا عاوز اقول لك عد لي عدد الطلاب اللي موجودين جوه الروم اللي معايا حاليا. حلو. يبقى انا هقول ان انا الانيشال فاليو بتاعتي هبدا العد من رقم واحد. بقول ان انا هبدا العد من رقم واحد. انت هنا بتشوف انت هتبدا العد منين. تمام كده. ليه بقول هبدا العد من رقم واحد في الحاله دي؟ لان انا بالنسبه لي ما ينفعش اعد طلاب من رقم زيرو. يعني انا ما ينفعش اقول الطالب رقم زيرو. حلو. لا انا بقول الطالب رقم واحد والطالب رقم اتنين وهكذا. تمام كده. بعد كده بندخل نشوف الكونديشن ده، هل القيمه اللي هنا دي، هل القيمه اللي هنا دي حققت الكونديشن ده بترو ولا بفولس؟ طيب والله هي لو بترو بيقوم نازل منفذ اللي ما بين القوسين دول، بيقوم نازل منفذ اللي ما بين القوسين دول، وبعد كده بيطلع يشوف الكاونتر. لان الكاونتر مثلا بالانكريمنت اللي هو بلس بلس هيزود واحد، يقوم جاي مزود واحد. حلو. هيزود واحد فين؟ على الانيشال فاليو اللي بدا من عندها. يعني زي ما هو بدا بواحد هيجي كده هيقوم مزود واحد على الواحد، هيبقى اثنين. طيب هل الاثنين بتحقق الكونديشن ده؟ هنا بقى يبدا يسال، ما خلاص ما هو شاف انيشال فاليو جديده، هل الاثنين دي بتحقق الكونديشن؟ يعني الكونديشن بتاعي في الحاله دي بترو ولا بفولس؟ طيب والله لو بترو هينزل ينفذ وبعد كده يطلع يزود او ينقص بناء على الكاونتر اللي انت حاطه. تمام كده. هيروح يزود واحد، هيزود واحد فين؟ على اخر قيمه هنا اللي هي بكام؟ باتنين. تمام كده. بعد كده هيروح هيلاقيها بثلاثه، يروح يشوف الكونديشن، هل الثلاثه دي بتحقق الكونديشن بتاعي ولا ما بتحققوش؟ طيب في حاله ان هي بتحققه هينزل يكمل وهكذا. ده الميكانيزم بتاع اللوب بتاعي. ليها اكتر من طريقه، يعني هي ليها اكتر من طريقه في السنتكس بتاعها. انا ممكن اخلي الانيشال فاليو بتاعتي دي كده، ممكن اخلي الانيشال فاليو بتاعتي فوق هنا وانزل تحت اكتب الفور وافتح القوسين بتوعها واعمل السيمي كولون دي، ولازم اسيب مكان الانيشال فاليو فاضي، بمعنى ان هو محتفظ بشكل السنتكس بتاعها. هو عارف ان انا الفور بتاعتي متقسمه لثلاثه بارتس. اول بارت عندي الانيشاليزيشن او الانيشال فاليو،
تاني بارت عندي الكونديشن، تالت بارت عندي الكاونتر. حلو. فانت هنا حتى لو هتعمل الانيشال فاليو بتاعت الفور لوب فوق فهتسيب مكانها فاضي. بعد كده ممكن تكتب الكونديشن عادي جدا، وبعد كده الكاونتر. حلو. وتنزل تشوف اللوب بتاعتك او البادي بتاع اللوب بتاعتك، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده. ممكن الكونديشن يبقى فوق او ممكن الكونديشن يبقى جوه، ممكن الكاونتر يبقى في الاخر. انت ممكن اصلا الفور لوب بتاعتك تبقى بالمنظر ده، ممكن تبقى فور وهنا الكونديشن مثلا فل. هنا الانيشال فاليو بتاعتك. تمام. وممكن تلاقي الكاونتر بتاعك هنا في الاخر خالص. ونبدا بقى نتشيك نشوف هل الكلام ده متحقق ولا مش متحقق، يعني الكونديشن بتاعي، الكونديشن بتاعي نبدا بقى نشوف هل الكونديشن ده، هل الكونديشن ده متحقق معايا ولا مش متحقق معايا. تمام كده. هندسه بعد اذنك ممكن بس اعلق على حاجه؟ اتفضل. ممكن يعني تدينا مثال الفور بتيجي امتى والوايل الاول اللي هي الوايل هي دي صح، او الوين في الجافا بتيجي امتى وده بيجي، يعني احنا عايزين مثال عشان نفهم الكود. طب ماشي ماشي، ما انا لسه هشرح والله، ما من ضمن الحاجات اللي انا هتكلم فيها اكزامبلز حالا. انا بس بحاول ان انا اتكلم عن الموضوع كله بشكل عام وافرق ما بين الثلاثه، وبعد كده هنروح على الاكزامبلز على طول. تمام. انا مش سامع، بس هو مين بس اللي بيسأل؟ عشان شباب ده كان معتصم، باشمهندس معتصم. اوكي. قال تمام. طيب ماشي كده يا شباب، دي كده بالنسبة لأول لوب. هلاقي بعد كده عندي في لوب تانية اللي هي الوايل لوب. تمام. الوايل لوب السنتكس بتاعها بيتكتب ازاي؟ برضو في عندي كيورد اسمها وايل، وهنا بيتحط الكونديشن بتاعي. تمام. وهنا بنبدا نشوف الستيتمنتس اللي انا عاوزها تتنفذ. تعالوا ناخدها كلها كده وهنا بنبدا نشوف الستيتمنتس اللي انا عاوزها تتنفذ. الو. ايوه. السلام عليكم يا باشمهندس، معلش اتاخرت. وعليكم السلام. مين؟ انا محمود عفيف. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ تمام الحمد لله يا باشمهندس، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ماشي. تاني حاجه يا شباب عندنا الوايل لوب. الوايل لوب وايل كيورد وبعد كده الكونديشن بتاعي، هل الكونديشن ده بترو، هل الكونديشن ده بيتحقق؟ لو بترو انا هدخل جوه اللوب، يعني هدخل جوه الوايل لوب ما بين الكيرلي براكتس دول وانفذ الاستيتمنتس بتاعتي. حلو. طيب هي لو بفولس انا هعمل جامب للكلام ده كله ومش هنفذه، وهشوف اللي بعديه ايه وهبدا اتعامل معاه. تمام كده. طب يا باشمهندس ايه الفرق ما بين الوايل لوب وما بين الفور لوب؟ طيب طريقه عمل الفور لوب والوايل لوب متشابه جدا يا شباب، يعني هو شبه واحد. انت ممكن في كيس تستخدم فيها الكونديشن بتاعك مثلا، سوري، تستخدم فيها الفور لوب. حلو. تستخدم فيها الفور لوب. نفس الكيس ممكن تستخدم فيها الوايل لوب، والاثنين هيأدوا نفس الاداء، مفيش اي مشكله فيهم خالص. حلو. طبيعه عمل الاثنين واحد، الميكانيزم بتاع الاثنين واحد، عندي لوب وعندي كونديشن، واقدر احط هنا كاونتر، اقدر احط هنا كاونتر، ما عنديش مشكله خالص. تمام. ما فيش ادنى مشكله، اقدر احط انيشال فاليو على الحاجه اللي انا بعمل عليها الكونديشن بتاعي هنا كده، ممكن اعمل هنا انيشاليزيشن، ما فيش مشكله خالص.
يعني انا ممكن اعمل هنا كده initialization، هتلاقي عندك اتحقق التلات اركان بتوع اللوب او بتوع الفور لوب، هتلاقي في عندك initialization وcondition وهتلاقي في عندك counter. نفس الكلام اللي موجود في الفور لوب بالظبط، في initialization وcondition وcounter. تمام، طبيعة عمل الاثنين متشابه جدا، كان يكون واحد مفيش اي مشكلة فيه. امتى بتبدأ تحدد ان انت هتستخدم ده ولا هتستخدم ده؟ حسب طبيعة البروجرام بتاعك نفسه. يعني مثلا انا عندي البروجرام بتاع الترينجل اللي احنا عملناه السيشن اللي فاتت، او اللي احنا كنا بنتكلم فيه السيشن اللي فاتت، تعالوا كده نبص عليه هو فين بس. كنترول ستيتمنتس لا طيب احنا ممكن نفتح ده. كان عندنا مثلا شيب كده بالمنظر ده، حلو. انا شايف عندي ان في مثلا في ال يعني احنا لو تخيلنا كده وقسمنا الشيب ده لاثنين، مثلث معدول عادي جدا ومثلث مقلوب، هلاقي في حاجتين، حاجه بتزيد في كاونتر عمال بيزيد بمقدار واحد، فعمال بيزود السبيسز او الكاركترز او ايا كان الحاجه اللي احنا كاتبينها هنا في اللاين الجديد، تمام كده. وهلاقي العكس في الناحيه الثانيه، هلاقي ان الكاونتر بتاعي بدا يقل يقل يقل، تمام، علشان يبدا يطلع بالشكل ده. طيب في الوقت ده انا محتاج ايه؟ انا محتاج على طول، انا محتاج لوب هنا علشان تبدا تزود، ومحتاج لوب هنا علشان تبدا تنقص. هو الموضوع بيمشي كده يا شباب، خد الشكل، ابدا تخيل الموضوع ماشي ازاي في الباك جراوند، ابدا تخيل الكومبايلر بيعمل ايه، مطلوب ايه من الكومبايلر علشان يبدا يطلع الشكل ده بالظبط. لا والله مطلوب منه ان هو يعدي يزود واحد او يزود حاجه بناء على الشكل اللي احنا بنعمله بمقدار واحد او بمقدار اتنين، ايا كان الطريقه اللي انت بتحطها بيها او الانيشال فاليو اللي انت بتحطها، تمام. وبعد كده يبدا يقل معايا علشان يطلع بالشكل ده. في الوقت ده الافضل لك تستخدم وايل لوب ولا تستخدم فور لوب؟ من طبيعه عملك مع الفور لوب والوايل لوب في الوقت ده هتفضل تستخدم مثلا الفور لوب، هتقول ان هي اسهل شويه في حته النستد، لما يكون عندي نستد لوب بالمنظر ده كده وعاوز حاجه تعدي على حاجه وبناء عليها اذا كانت هتزيد او هتقل، ففي الوقت ده يفضل ان انت تستخدم الفور لوب، تمام. عندك مثلا حاجه مش محتاج ان انت تستخدم فيها نستد، او مش محتاج يعني حاجه مش كاستمايز في اكتر من كاونتر او اكتر من لوب، ممكن استخدم وايل لوب عادي جدا وهتقضي معاه الغرض ومفيش اي مشكله فيه، تمام كده. معلش فين الحته دي يا باشمهندس؟ طيب دلوقتي انا بتكلم، انت قصدك على الوايل لوب كلها ولا الحته الاخيره بس؟ لا الحته الاخيره بتاعت شيب ده. تمام، انت دلوقتي عندك مثلا الشكل ده، الشكل ده هنتخيل ان هو مقسوم نصين، مثلث معدول عادي جدا بالمنظر ده زي اللي فوق، ومثلث مقلوب كده، حلو. تمام. انت تخيلت ان انت علشان تعمل المثلث اللي فوق ده، المثلث اللي فوق او الجزء اللي فوق ده، محتاج لوب علشان يزود الكاونتر عندي بمقدار واحد مثلا، حلو، علشان يبدا يزود زي القطر مثلا بتاع الترينجل ده، يبدا يزوده معايا، حلو. بعد كده محتاج لوب تانية او كاونتر تاني يبدا يقل بعد اخر لاين من الترينجل اللي فوق، يبدا يقلل منه واحد كل مره، ليه؟ علشان يبدا ياخد معايا الشكل ده او يبدا ياخد معايا المنظر ده، تمام كده. تمام، في الوقت ده الافضل بالنسبه لي ان انا استخدم فور لوب ولا وايل لوب؟ زي ما قلت لك، بناء على فهمك للفور لوب وطبيعه عملك معاها او طبيعه شغلك معاها، زائد الشرط اللي انت عاوزه يتحقق علشان يطلع معاك الشكل ده، هتلاقي نفسك او يفضل ان انت تستخدم الفور لوب. بتبقى فليكسبل اكتر في حاجه زي كده. ليه بتبقى فليكسبل اكتر في حاجه زي كده؟ الموضوع بسيط جدا، عندك انيشال فاليو، عندك كونديشن، وعندك كاونتر، فبناء على الكونديشن ده الكاونتر هيبدا يشتغل والدنيا ماشيه تمام جدا، حلو، علشان ابدا اطلع بالشكل ده. نفس الكلام هتلاقي عندي الشكل الاخير ده، نفس الكلام، هستخدم نستد فور لوب او هستخدم لها فور لوب ثانيه برضو بانيشال فاليو عندي بكونديشن بكاونتر بيبدا يقل علشان يبدا يطلع معايا المنظر ده. في الوقت ده يفضل ان انا استخدم الفور لوب ولا الوايل لوب؟ الفور لوب هيبقى افضل كده في الوقت ده، الفور لوب هتبقى افضل، صح؟ تمام
تمام جدا. طيب هل لو استخدمت واي اللوب في حاله زي كده هيبقى عندي مشكله؟ لا هتدينا نفس النتيجه بس هتدينا نفس النتيجه بس الفكره في كتابه الكود نفسه. الكود هيختلف. الكود هيختلف معاك ومش بعيد او مش بعيد ده هو اكيد هيزيد معاك شويه. نبدا نزود في لاينز معانا وشويه حاجات كده تمام. ففي الوقت ده يفضل لو حاجه كاستمايزد وفيها نستد لوبس كتير نستخدم معاها الفور لوب. تمام كده؟ تمام. طيب حاجه عاديه مش محتاجه اكتر من فور لوب، محتاجه سنجل لوب عاديه جدا هتشتغل معايا وهتقضي معايا الغرض، مفيش مشكله ان انا استخدم وايل لوب او ان انا استخدم فور لوب برضو، الاثنين هيقدوا نفس الغرض. حلو؟ تمام. طيب نيجي بعد كده هنلاقي في عندنا نوع ثالث من اللوبس اسمه الدو وايل. الدو وايل لوب دي معناها ايه يا شباب؟ معنى دو وايل ايه؟ معناها ان انا بنفذ على الاقل يعني دو، بقول دو وهنا الستيتمنتس بتاعتي. تعالوا كده ناخدهم في فصل لوحدها. وهنا الستيتمنتس بتاعتي اللي انا محتاجها ان هي تتنفذ. حلو. وبعد كده ببدا احط الشرط بتاعي، بقول وايل لما يكون الكونديشن الفلاني او الكونديشن اللي انا عامله يبقى بترو. يعني معنى كده او معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا هنفذ، معنى الكلام ده ان انا هنفذ الستيتمنتس دي مره على الاقل، مره على الاقل، وبعد كده هبدا تشيك الكونديشن. لو الكونديشن بتاعي ده بترو يعني محقق المطلوب، هرجع وانفذ نفس الستيتمنت تاني، هكررها تاني. طب لو الكونديشن ده فولس، لا خلاص مش هرجع تاني وهنزل اكمل البروجرام بتاعي عادي جدا. طيب امتى نستخدم ده؟ امتى نستخدم الدو وايل؟ هقول لك والله في حاله ان انت عاوز اوت بوت معين يظهر لليوزر على الاقل مره واحده بس. زي مثلا عندك المنيو بتاعت مطعم معين. حلو. عندك المنيو بتاعت مطعم معين، او يا سيدي سيبك من المنيو، تعال نتكلم في المنيو بتاعت الاي في ار نفسها بتاعت خدمه العملاء. لما بتيجي تعمل الباقه بتاعت الانترنت ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يقول لك والله لو الباقه الفلانيه هتدوس واحد، دي رقم واحد، لو الباقه الثانيه هتدوس اثنين، لو الباقه الثالثه هتدوس ثلاثه، وهكذا. لو عاوز ترجع للقائمه الرئيسيه بيقول لك دوس صفر. طيب في حاله ان هو ده الصفر، يبقى معنى هنا كده ان الكونديشن في الحاله دي بيقول ان اليوزر الانبوت اللي دخله بيساوي صفر. معنى ان هو يساوي صفر يعني يرجع تاني وحقق لي او نفذ لي الستيتمنتس دي، اعرضها لي مره ثانيه. طيب في حاله ان اليوزر ما داش الزيرو، في الحاله دي الكونديشن ده بقى فولس، فهينزل يكمل عادي جدا ويكمل بقيه الستيبس بتاعته. المقصود او اللي انت عاوز توصله لنا ايه يا باشمهندس من حته الدو وايل؟ اللي انا عاوز اوصله لك ان انت لو عندك حاجه معينه عاوزها تتنفذ على الاقل مره واحده خالص، مره واحده خالص، مش محتاج ان انت تدخل في لوب وتعيد التكرار ده بناء على كونديشن معين هتاخده من اليوزر اول مره وبعد كده ينزل يكمل، تمام؟ هنستخدم فيها الدو وايل. وصلت كده يا شباب؟ اه تمام. طيب تعالوا على طول نروح على ال، تعالوا نروح على الـ على النيد بينز ونبدا نطبق. ماشي، تعالوا نعمل نيو بروجيكتس. مهندس عندي سؤال. اتفضل. اخر سؤال في الاساينمنت ولا في التاسك؟ انا محمود، انا عفيف، ما عنديش اي مشكله فيه ما عدا حاجه واحده. لو انا هكاونت ال هكاونت النمبر اوف زيرو انبوتس والنمبر اوف بوزيتيف انتجر انبوتس والنمبر اوف نيجاتيف انتجر انبوتس، بس انا عشان ما تلخبطش الناس، بس انا ما صدقت ان الناس استقرت معايا. ماشي. تعالى نطبق الكلام ده ونبدا نشوف التاسكس بتاعتنا في الاخر السيشن او في اخر السيشن. حلو. ماشي. وعلى الاقل خالص يعني لو بدانا النهارده، لو السيشن النهارده كانت كويسه بالنسبه لللوبس والناس فهمتها كويس قوي، ندي فرصه للناس اللي ما عملوش التاسكس انها تبدا تجرب فيها. تمام؟ ماشي.
طيب تعالوا دلوقتي يا شباب نبدأ ناخد من اليوزر شوية قيم، شوية قيم معينين. حلو، بس أنا هعمل إيه؟ أنا هخلي اليوزر يدخل قيم بوزيتيف بس، قيم موجبة بس. حلو، ولكل القيم الموجبة أنا هجمعها وأطلع الصم بتاعها. حلو كده. طب بالنسبة للقيم اللي هي النيجاتيف اللي هي السالبة هنعمل فيها إيه؟ مش محتاجينها معانا، مش عايزينها تجوين معانا في البروجرام بتاعنا. تمام كده؟ تمام يا هندسه. طيب في حاله زي كده المفروض بقى ان انا كده هجبره، يعني انا مثلا كيوزر هجبر اليوزر ده ان هو ما يكتبليش غير قيم موجبه بس. بالظبط، ان هو في حاله كده ان هو لو كتب اي حاجه سالبه افضل اطلع له البرنت لاين بتاعي، لا اكتب لي حاجه موجبه. بالظبط. الفكره بقى في ايه؟ الفكره في ايه في حاجه زي كده؟ نبدا نشوف ايه هي الايشو اللي عندنا. يعني انا دلوقتي بقول لك ان انا مش عاوز من اليوزر غير قيم موجبه بس، وكل ما اليوزر هيدخل لي قيمه موجبه هبدا ان انا اجمعها على القيم اللي قبليها. حلو. طب في حاله ان اليوزر دخل لي رقم سالب ايه اللي هيحصل؟ انا هعمل ريجكت على الكلام ده. حلو، ومش عاوزه معايا، او ممكن خلاص اخليه هو زي الانتر كده او الاوت بوت بتاع، او هو البريك بتاع اللوب بتاعتي اللي بيطلعني بره اللوب بتاعتي. طب انا اللوب بتاعتي هنا فائدتها ايه؟ بتعمل ايه؟ تمام كده؟ يعني اللوب هنا فائدتها ايه؟ مبدئيا كده يا شباب الاكزامبل ده كده ككل، الاكزامبل ده كده ككل احنا بنقول عليه فلاج كنترولد لوب. يعني ايه فلاج كنترول؟ يعني ايه فلاج كنترول لوب؟ يعني انا محتاج عندي لوب معينه علشان تبدا تنفذ ستيتمنت معينه بناء على كونديشن معين، وفي نفس الوقت انا عندي جوه اللوب دي في كونديشنز بقول والله في حاله ان الفاليو دي اقل من الصفر يعني رقم سالب هنعمل ايه، طب في حاله ان هي اكبر من الصفر يعني رقم موجب هنعمل ايه، طب في حاله ان هي بتساوي الصفر يعني بتساوي الصفر هنعمل ايه. بقى في عندي تيست كيسز، بقى في عندي تيست كيسز، وفي نفس الوقت التيست كيسز دي جوه فور لوب. الكلام ده احنا بنقول عليه فلاج كنترولد لوب. حلو كده. يعني ايه فلاج كنترولد لوب؟ فلاج معناها كده بالعربي يعني علم او اشاره او رايه. تمام. يعني ايه برضو او هم ليه قالوا عليها فلاج؟ هقول لك مثلا انت طبعا عارفين حته السباقات ولما بيمسكوا رايه او اعلام او فلاجز بيشاور لاشاره معينه علشان الناس تبدا مثلا السباق بتاعها او تبدا اي حاجه. حلو. فهنا بنقول جوه اللوب هو رفع فلاج. هل الفلاج ده هو رفع له يعني معناه ان هو اداله اشاره بالمرور ان هو نفذ الكلام ده؟ طيب بناء يعني او بعيدا عن الاكزامبلز دي او الكلام ده، تعالوا نشوف الكلام ده ونبدا نطبقه على البرمجه بتاعتنا ونشوف امتى رفع الرايه وعمل باص للداتا وامتى ما رفعهاش وما خلاهاش تمشي والكلام ده كله. ماشي. انا طبعا هاخد قيم من اليوزر فهستخدم سكانر. سكان ايكوال نيو سكانر. مثلا سيستم دوت ان. طيب اول حاجه محتاج اعملها ايه؟ انا بقول ان انا محتاج اجمع الارقام الموجبه، محتاج اجمع الارقام الموجبه اللي هاخدها من اليوزر. حلو كده. طيب فانا هروح اعرف الصم على انها دبل، يبقى دبل صم، واديها انيشال فاليو ب 0.0. تمام كده. طيب تاني حاجه انا في فاليو هاخدها من اليوزر، يبقى انا محتاج عندي فاليو، يبقى دبل فاليو. تمام. طيب دلوقتي يا شباب انا بلعب على ايه؟ انا بلعب على الارقام الموجبه. حلو. يعني انا محتاج افترض او محتاج مكان عندي من نوع بوليم علشان يبدا يقول لي او علشان ابدا العب على الفاريبل ده. بمعنى ايه؟
يعني انا هقول لكم مثلا انا هقول لكم ايه فايده البوليان اللي احنا بنعمله ده. مثلا ده البوزيتيف، البوزيتيف نمبر بيساوي مثلا انا هفترض بحسن نيه ان هو ترو. حلو. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا عاوز ابدا العب بالكونديشن بتاعي على البوزيتيف نمبر ده. حلو. مش هو عندي اول مره بيساوي بترو صح؟ يبقى لازم ده، لازم البوزيتيف نمبر ده يفضل بيساوي ترو علشان ندي افيلابيليتي لليوزر ان هو يدخل قيم تاني. انتوا فاهمين يا شباب؟ شباب انتوا سامعيني؟ ايوه سامعك سامعك. طيب مين مش فاهم لحد دلوقتي الكلام ده؟ شباب كله تمام يعني؟ انا حاسس ان احنا قلينا. تمام. لا تمام اوكي. لا احنا قلينا. فين ايمن؟ في كذا حد خرج؟ او النت فصل عندهم؟ في ايمن طلع. ايمن ومين تاني؟ طيب ماشي ما علينا، نكمل بسرعه الاكزامبل ده. انا دلوقتي يا شباب الكونديشن بتاعي او اللعب بتاعي كله على البوزيتيف نمبر ده. طول ما البوزيتيف نمبر ده بيساوي ترو يبقى اللوب بتاعتي شغاله. لحد ما البوزيتيف نمبر ده يساوي فولس خلاص انا كده مش هكمل، هطلع بره اللوب. اوكي كده؟ تمام ماشي. طيب تعالوا بقى نبدا نلعب على البوزيتيف نمبر. انا هستخدم وايل اول مره، هقول وايل تمام، وبعد كده اظبط البادي بتاعها. طيب هقول وايل بينما ان البوزيتيف نمبر ده ايكوال ترو، يعني طول ما البوزيتيف نمبر ده بترو يعني هو اوريدي بوزيتيف نمبر. هنبدا بقى نشوف هنقول ايه لليوزر. هنقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. هندي الافيلابيلتي لليوزر ان هو يدخل البوزيتيف نمبرز. هقول له انتر ذا نيكست بوزيتيف نمبر مثلا. تمام كده؟ يبقى انا كده بقول اليوزر خلاص مفيش مشكله، انت لحد دلوقتي الرقم اللي انت دخلته بوزيتيف فدخل رقم تاني بوزيتيف. تمام؟ لحد دلوقتي اللوب شغاله. تمام كده؟ طيب الرقم اللي اليوزر هيدخله ده انا هخزنه فين؟ في فاليو صح؟ يبقى اقول ان الفاليو بتساوي السكان دوت نيكست نيكست دبل. تمام كده؟ ماشي. طيب هنا بقى ابدا احط الكيسز بتاعتي. مش انا في قيمه هاخدها من اليوزر وبناء على ان هي موجبه او سالبه او بتساوي زيرو انا هعمل حاجه معينه؟ ماشي. يبقى معنى كده ان انا عندي في تيست كيسز محتاج ان انا احطها، يبقى انا محتاج كونديشنز صح؟ ماشي. اقول والله اف ان الفاليو من الصفر اصغر من الصفر بيك. بص بقى انا محتاج اعمل ايه؟ دخلت رقم نيجاتيف واعمل له بريك. طيب انا مش ممكن اساوي البوزيتيف نمبر دي، مش هي اصلا بوليان صح؟ وهي اول مره يعني بتساوي ترو نخليها فولس. نخليها فولس بالظبط. انا ممكن اخليها فولس. انا ممكن اقول له ان البوزيتيف نمبر ده في حاله ان الفاليو اقل من زيرو، لا يا باشا ارجع سواها لي بفولس وخلاص ما تدخليش جوه اللوب واقفلها من الاول خالص. تمام كده؟ وكده بقى هيعيدني الاول تاني يدخل الفاليو من الاول تاني صح؟ ولا هيكمل على اخر حاجه هو دخلها؟
لا هيطلع بره اللوب اساسا، لا ده ولا ده. لا هيطلع مش ه... ما خلاص ما كده كده اصلا اوريدي اول يعني اول ما شاف البوزيتيف نمبر بفولس ما حققش الشرط ده. تمام كده. تمام طيب نيجي هنا نبدا نشوف ايه الكيس الثانيه اللي عندنا. احنا قلنا اول مره ان البوزيتيف نمبر اقل من الزيرو. طيب هقول مثلا إلس اف else if دخل زيرو ان الفاليو ايكوال زيرو ممكن اقول له ساعتها اقول مثلا سيستم دوت اوت برنت لاين ماس ايرور مثلا برنت لاين هقول له مثلا ايرور عادي ممكن اقول له دخل كلمه بوزيتيف هقول له يو انترد زيرو مثلا اي حاجه يا جماعه شوف هقول له ايه تمام. طيب الكيس الاخير عندي إلس ايمن بس احنا لسه شغالين ولا لا. طيب الكيس الاخير بقى ان هو يكون فعلا دخل رقم بوزيتيف بالظبط في الوقت ده يا باشا انت عاوز تعمل ايه في الوقت ده انت عاوز تعمل ايه بالظبط جدا هقول له sum plus equal الفاليو معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده يعني السم بتساوي السم بلس الفاليو عدل بس الفاليو هندسه عدل الفاليو اوكي بس كده تمام. طيب واجي هنا بقى بعد ما كل ده يحصل هقول له system dot out dot print لاين السم اوف انبوتس او انبوت نمبرز ايكوال واجي هنا كده اقوم جامع معاه السم تمام يا شباب. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ لا تمام. طيب تعالوا نرن سؤال. ها هو البراكت بتاع الوايل مقفول فين ده؟ اهو يعني هو هيطبع لا 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 المفروض الكلام ده كنترول اكس المفروض الكلام ده هنا كده. السلام عليكم. عشان بعد ما يخلص عليكم السلام علشان بعد ما يخلص اللوب بتاعته ينزل ينفذ الكلام مره واحده. طب انا فاتني كتير. انت فاتك الاكزامبل ده. انت ايه اللي حصل عندك؟ النت عندي قفل فصل. طيب حبيبي يا جيمي ايه بقول له حبيبي يا جيمي ماشي لو جيت قلت له 10 هو عمال بصوا يا جماعه انا لحد دلوقتي الكونديشن بتاعي ايه؟ ياخد في ارقام بوزيتيف. الكونديشن بتاعي لحد دلوقتي بترو صح؟ فاذا هو هينزل ينفذ كل اللي موجود جوه الوايل لوب دي. او مش كله بناء على الكونديشن بقى. يعني ايه هو اول حاجه قابلها جوه الوايل لوب ايه هي؟ لو البرنت ستيتمنت والفاليو اللي انا هاخد فيها القيمه صح؟ تمام. وبناء على الفاليو دي بدا يشوف الكونديشنز بتاعته بدا يشوف التست كيسز بتاعته تمام كده. طب هو كده هيقف امتى؟ ما كده هفضل ادخله في طول ما انا بدخل في ارقام بوزيتيف هيفضل ادخل حلو. هيقف امتى؟ في حاله ان انا دخل لما ادخله رقم لما ادخله رقم نيجاتيف او بالظبط. ما هو اول ما دخلت له رقم نيجاتيف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو راح سوى البوزيتيف نمبر ده بفولس فالكونديشن اللي هو من البدايه خالص قال لك ان البوزيتيف نمبر ده فولس. طيب هل البوزيتيف نمبر ده مش هو بيساوي فولس خلاص؟ مش هو خلاص بيساوي فولس بعد القيمه الجديده اللي هو دخلها له اللي هي السالب واحد مثلا؟ بناء عليه مش هيقدر يدخل جوه اللوب دي. ليه؟ لان علشان يدخل جوه اللوب لازم البوزيتيف نمبر يبقى بتمو. تمام كده؟ حلو بس مش لوجيكال قوي. يعني كنا ممكن من الاول نقول له انت عايز تدخل كام رقم وبعد ما يدخل الارقام اللي هو عايزها. يعني مثلا اقول له انا هدخل 5 ارقام بعد ما يدخل 5 ارقام يروح جاي هو جامع على طول.
طب انا بص ده دي بناء على ايا كان انت مطلوب منك ايه. تمام طب بس مجرد يعني اكزامبل يفهم اللوب. تمام يوضح اللوب اكتر بالظبط. يعني احنا مثلا يعني الاكزامبل اللي انت قلته ده ممكن يبقى اكزامبل تاني اصلا ان انا ما اقدرش اخد من اليوزر اكتر من 5 قيم بس. تمام حلو. طيب انا هقول لك طب تعالوا نعمل اكزامبل كمان. ماشي تعالوا نعمل اكزامبل كمان يلا على الحته دي ناخدهم كلهم كده مع بعض في بروجكت واحد. ماشي طيب انا عاوز اعمل ايه يا شباب؟ انا عاوز الصوت بيقطع. العيب من عندي ولا من عندك؟ ميت رقم. لا من عند الباشمهندس. تمام كده؟ تمام. انا ما سمعتش اي حاجه. سامعني كويس؟ تمام كده. كده ظبط كده كويس يعني؟ تمام. هستناك بقى تعيد الجمله الاخيره. طب انا لسه هقوله ما قلتش حاجه اصلا. هتخيل ان انا عندي 100 رقم. هتخيل ان انا عندي يعني ارقام من 1 لحد 100. حلو. وانا عاوز البروجرام بتاعي يختار رقم عشوائي راندوم والعب مع اليوزر كده زي حته تخمين. هشوف هخلي اليوزر يخمن ارقام. هل الرقم اللي اختاره اليوزر ده بيماتش الرقم اللي اختاره البروجرام بتاعي ولا لا؟ تمام كده؟ ماشي. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عمال بقول لليوزر بديله فرصه اكتر من مره ان هو يدخل الرقم بتاع الجس او بتاع الجس بتاع التخمين. تمام؟ يعني معنى كده ان انا عاوز اعمل لوب تعيد عمليه الاوبريشن ان اليوزر يدخل انبوت لرقم معين لحد ما الرقم يساوي الرقم لحد ما الرقم يظبط معايا. تمام؟ طيب مبدئيا كده انا هروح اعرف التخمين واعرف الرقم الراندوم اللي هيختاره البروجرام. تمام كده؟ طيب بص بقى يا شباب، انا علشان استخدم الرقم الراندوم ده او علشان استخدم الاوبشن بتاع ان البروجرام يختار قيمة راندوم، قيمة عشوائية بشكل عشوائي، هستخدمها ازاي؟ طبيعي ان يكون في عندي في الجافا بيلت ان كلاس في الموضوع ده. تمام؟ الراندوم نمبر جنريتور يعني؟ بالظبط. ان انا الاقي في عندي زي جنريتور كده موجود علشان يطلع لي القيمة الراندوم اللي هيختارها البروجرام. ماشي كده؟ او علشان يخلي البروجرام يختار قيمة راندوم لأرقام معينة. لسكوب معين. حلو؟ طيب القيمة دي هتتخزن فين؟ جوه راندوم صح؟ طيب يبقى الراندوم بيساوي الكلاس اللي عندي اللي فيه الميثود اللي بتختار رقم راندوم. الكلاس ده اسمه ماث. اسمه ايه؟ اسمه math. هل دوت هلاقي فيه ميثود اسمها random. هل طيب الارقام اللي عندك السكوب بتاعك ما بين كام لكام؟ من واحد لكام؟ من واحد لمية صح؟ يبقى انا هقول له مثلا في 100. يعني معنى كده ان انت القيمة الراندم اللي انا عاوزها تبقى من كام؟ من واحد لحد 100. هل حلو جدا. طيب هنا في مشكلة، هو مش عارف لازم نعمبورت للكلاس اللي هو ماس. لا هو مش ده الموضوع بالظبط. الفكرة كلها ان انت عندك رقم انتجر اللي هو رقم 100 ده، غير كده وكده التخمين اللي انت عاوزه او اللي اليوزر هيدخل قيمة انت. بس في حالة ان ممكن اصلا الميثود دي تجيب لي رقم دبل او رقم فلوت ايا كان الرقم اللي جاي. حلو. بس في نفس الوقت انا محتاج الرقم اللي جاي ده يبقى انت،
فهنا هيطلب منك ان انت تعمل كاستنج. تعمل كاستنج لمين؟ لاند. تمام؟ يعني هتحول القيمه الراندم دي لنوع ايه؟ لاند. لنوع اند. تمام كده؟ لو انا معرفها دبل من الاول الايرور ده مش هيظهر لي صح؟ تعالى كده بص اهو دبل ثانيه واحده. تمام وصلت؟ طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي ايه تاني؟ في عندي بقى اللعب، يعني هل اللعب هيستمر ولا مش هيستمر؟ ما هو مش احنا بناء، مش احنا عاوزين نخلي اللعبه هو اللي يستمر مع اليوزر؟ صح؟ يعني يبقى انا كده بالظبط ثلاث تخمينات مثلا. لا بالظبط زي الاكزامبل اللي فات ده كده، انا هروح اعرف البلاينج ده في بوليان. تمام؟ هقول بوليان بلاينج مثلا بيساوي ايه ده؟ بيساوي ترو مثلا. تمام كده؟ يبقى انا كده بالنسبه لي اللعب مستمر او لحد دلوقتي البلاينج بترو. حلو؟ هنا بقى هبدا اشوف ايه هي اللوب بتاعتي. بقول وايل لما البلاينج، او انا بكونديشن على مين؟ بكونديشن على البلاينج. معنى ان انا اقول بلاينج معناها ان انا اقول خلاص ان هي بترو، او اف ان البلاينج ايكوال ترو مثلا. يعني كتبت كده اوكي، عملت كده اوكي. تمام؟ فاقول بينما ان البلاينج ده بترو، عاوز تعمل ايه بقى مع اليوزر؟ انا عاوز اقول لليوزر، عاوز اقول لليوزر برنت لاين. هو هندسه المفروض نستخدم السكانر عشان اليوزر يدخل لنا الرقم اللي هو عايزه؟ ما كتبناهوش اصلا؟ لا مش احنا نحطه جوه الوايل لوب عشان يطلبه ثلاث مرات؟ يطلب لا احنا كده كده السكانر ده نستخدمه اللي نستدعي الكلاس الاول. خلاص اوكي الهندسه بيوقعنا بيشوفنا مركزين ولا لا؟ لا انا ما خدتش بالي، كنت فاكر ان انا كتبتها. طب تمام احنا اللي بنوقعك بنشوفك مركز ولا لا يا باشمهندس. بالظبط كده. طيب هنا هقول لليوزر جيس نمبر مثلا بتوين واحد مثلا 200 او بتوين الزيرو 0 اند 100. طيب التخمين ده هيتخزن فين؟ اشتغلوا بقى معايا. التخمين ده هيتخزن فين؟ في جيس. صح؟ جيس دوت ريدر. صح، يبقى الجيس ايكوال ريدر دوت نيكست انت دوت نيكست انت. عاش جدا، دوت نيكست انت. تمام كده؟ طيب هنا بقى هنعمل اف لو الريدر ايكوال الجيس، قصدي الراند ايكوال الجيس، هيبقى السيستم دوت اكزيت. السلام عليك والله، عاش جدا. يبقى هقول بقى ايه؟ اف ان. تعالوا بقى نبدا ناخدها كده واحده واحده. اف ان الجيس اكبر من الراندوم، لو الجيس اكبر من الراندوم هتقول لي سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. هتقول لي مثلا ان الجيس لارج مثلا. هل إلس؟ لا إلس مفروض ده إلس إف. كده إلس إف بقى مش إلس. إلس إف عملها أصغر من إن الجلس سوري إن الجلس أصغر من الراندوم.
نفس السطر اللي فوق بس هخلي ان هو جست سمول ماسك بالظبط. كنترول سي اقول له كده كنترول في واقول له از سمول او جست سمول. تمام كده. طيب وبعدين اجي بقى اقول له else else كده في حاله ان هو بيساوي خلاص هو كده ما فيش اي احتمال تالت او رابع غير ان هو بيساويه. System dot out dot print line you guessed right و... dot out dot print line dot print line هقول له مثلا you win أو عايش مفرقتش كتير يعني. طيب أنا بس إيه أنا هرن في حاجة ناقصة وهرجع لها تاني أوكي ماشي خلاص. هو مين اللي بيضحك بس انا ما اعرف هو بيضحك ليه الصوت قطع تاني هندسه انا عشان الصوت بس من فوق بتوين الزيرو وال100 انا مثلا كنت بضحك يا باشمهندس انا اللي كنت بضحك عشان قبل حضرتك كنت فاكر حضرتك تسال في حاجه ناقصه فانا بقول اه وبعد كده قلت انا بقى انا عارف حاجه ناقصه نرجع لها تاني فضحكت انا سبب مزاجي ماشي. هو هنا قال لي ايه انا دخلت اول مره 10 قال لي جيس لارج يعني معنى كده ان الرقم اللي اختاره الكومبايلر من كام من 0 ل 9 0 بس اه يعني ممكن يبقى واحد. لا هو قال لك جيس لارج يعني يطلع اكتر من العشرة يطلع اعلى من العشرة ايه لا. هو يعني كده الجيس اعلى من الـ من الـ الرقم اللي هو جابه باشمهندس ممكن نصغر الويندو بتاعه هو اختار 0 هو كده اختار 0 تمام؟ هي دي الحاجة اللي كانت ناقصة. لا دي الحاجة اللي كانت ناقصة. الفكرة كلها ان هو اختار زيرو ان هو اختار زيرو ومديني الافيلابيليتي ان انا العب. ايوه بس هو قال لك طيب إيه؟ لما انت لما احنا حطينا زيرو قال لك يو ان المفروض اصلا طب ماشي المفروض ان انا انا المفروض ان انا خلاص اوقف البروجرام على كده اقول له يو ان وخلاص الموضوع انتهى. المفروض ان انا حطيت ان البولين هيبقى بفولس عشان يوقف صح كده. يبقى انا المفروض اجي هنا كده واقول له ان البلينج خلاص لو في الحاله دي الكيس تمام سوي لي البلينج بايه سوي لي البلينج بفولس علشان يوقف. هو انا عموما البوليان مش فاهم الشغل بتاعه عشان ما فاتتني في اولها. انا هرجع اجيب الاكزامبل ده تاني. حاضر اللي هو لما النت عندي فصل 20 مثلا اليس تو لارج 15 برضو 0. هو ليه دايما بيختار زيرو؟ عشان انا اصلا قايل له ان انا حتى عندي ما قلتلوش ان هي يعني المفروض ان انا اقول له ان القيمه اللي عندي ما بتساويش زيرو عشان لما ادوس زيرو ما يطلعلوش اصلا ريزلت. لا هو انا كده كده يعني بختار ما بين الزيرو وال100 هو يختار راندوم اوتوماتيك. هو بيختار راندوم. هو بس يعني كون ان هو بيختار مثلا زيرو دي لو كتبت 100 مثلا هيحصل ايه؟ لا هو از تو لارج ليه دايما بنختار زيرو؟ ايه؟ هو دايما ثابت على الزيرو مش عارف ليه. هو ليه لو اخترت 100 اللي هيحصل؟ احنا ضاربين في 100 في 100 في الاخر برضه بزيرو. طيب بالظبط علشان احنا بصوا بقى يا جماعه احنا ايه المفروض نعمل كده وناخد الكلام ده تعالوا نرن استو سمول استو سمول برضو اضربها في 100 كده يا باشمهندس. ايوه اعلى. لا خلاص بقى كده يعني اهو 80 مثلا يبقى كده الرقم ما بين 80 و 99 مثلا وال 85 مثلا استو سمول 90 لارج يبقى كده ما بين ال 85 مثلا وايه؟ وال 90 صح؟ تمام وهكذا بقى يعني اهو بس اختار 88 وبعد ما خلص قال لي البيلد سكسسفول الدنيا تمام رجع السوالي البلاينج بايه؟ بفولز. طيب تعالوا نرجع كده ناخد الاكزامبل ده نشوف احنا عملنا فيه ايه؟
طب هو ليه كان الاول بيختارها على طول بصفر؟ احنا عملنا ايه؟ ما انا هقول لك بقى اهو. عشان مكان الماس. عشان ايه؟ مكان الميثود اللي هي بتاعت الماس. بالظبط. انت هنا احنا كنا عملنا اتنين كاستم. انا كده المفروض عملنا اتنين كاستم. بالظبط. الفكره ان دي يا شباب كده دي كده زي اوبريشن. فلازم لازم نحط الاقواس بتاعت الاوبريشن بتاعتنا دي مع الكاستم. طب ايه الاوبريشن؟ ايه؟ ايه الاوبريشن؟ ما انا بقول لك اهو الاوبريشن بتاعتي ان هو هيجيب رقم عشوائي من ال 100 رقم اللي هم ما بين الزيرو وال 1. مش فاهمها بس ممكن ابقى ادور عليها. طيب تعالوا. طب انا يعني تعالى امشي بس معايا واحده واحده من الاول وهفهمها لك دلوقتي. تمام. طيب بصوا يا شباب، البروجرام باختصار عاوز ايه؟ عاوز ان احنا نخلي اليوزر يختار رقم او يخمن رقم البروجرام بتاعي يختاره عشوائي ما بين الزيرو والمية. تمام كده؟ طيب انا اللعب بتاعي كله على ايه؟ او ايه اللي انا اللي انا عاوز اطلع بيه من البروجرام ده؟ ان انا ادي فرصة لليوزر ان هو يدخل او يحاول اكتر من مرة. تمام كده؟ تمام. والصوت قطع. يعني معنى كده انا في عندي تكرار، في عندي تكرار للمحاولات بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر. تمام. صح كده؟ طيب معنى ان انا في عندي تكرار لمحاولات اليوزر يبقى انا محتاج عندي لوب. محتاج عندي لوب فيها اللوجيك او الميكانيزم اللي هيخلي اليوزر يجرب عندي اكتر من مرة. تمام كده؟ تمام. وطبيعي انا مديها له ان انا عامل السطر ده اسم في الويل. في الويل. في اللوب. في نوع من انواع اللوب. في الوايل قصدك؟ في الوايل. اه سوري. لا يعني طب يعني بص انت. طب خلينا اكمل. طيب خلينا اكمل. طيب. عشان بس الناس ما تتلخبطش. ماشي. هو انا اللي بلخبطني ان انا ما حضرتش من الاول. طب ما انا بقول هو عشانك والله. حبيبي يا هندسه. حبيبي. تمام كده؟ فأنا أولاً كده محتاج حاجتين أو محتاج 3 variables. أول variable عندي الجز اللي أنا هخزن فيه القيمة اللي هاخدها من اليوزر. تمام؟ ومحتاج عندي مكان علشان أخزن فيه القيمة اللي هيطلعها البروجرام بشكل عشوائي. حلو؟ ومحتاج عندي بلاينج علشان ابدا اشتغل عليها. هي دي اللي هعمل عليها الكونديشن اذا كان اللعب بتاع اليوزر هيستمر ولا لا، اذا كانت محاولات اليوزر هتستمر ولا لا. تمام كده؟ بص من كلامي يعني حتى ترجم، حاول دايما دايما تاخد كلامي وترجمه از بروجرامنج. انا بقول ان البلاينج ده هيحدد اذا كان اليوزر هيكمل لعب ولا مش هيكمل لعب. هل في اي احتمال ثالث؟ لا لا، هي ترويا فولس. خلاص هي ترويا فولس. يبقى معنى كده ان البلاينج ده محتاج اخزنه فين؟ في بوليان. تمام كده؟ لما بستخدم البوليان في شيء ما لهوش اختيار تالت. هو يا لا بالظبط، هو يا ترويا فولس. حلو كده؟ طيب انا علشان ادي لليوزر المحاولات ان هو يجرب، مش حاجه اقول له ان البلاينج فولس. انا لو قلت له ان البلاينج فولس خلاص كده الموضوع انتهى ومش هيدي فرصه لليوزر ان هو يلعب اصلا. حلو؟ تمام. علشان كده انا اديت انيشال فاليو بترو للبلاينج. ليه؟ علشان على الاقل خالص يدي اليوزر فرصه ان هو يكمل، ان هو يشتغل ويلعب او يحاول. تمام كده؟ تمام. طيب جيت قلت وايل في حالة ان البلاينج، يعني معنى اقول وايل بلاينج يعني هي كده كأني بقول ان البلاينج معنى كده ان انا بقول ان البلاينج ايكوال ترو، يعني في حالة ان البلاينج بيساوي ايه؟ بترو. تمام؟ هتعمل ايه؟ عاوزين بقى ننفذ الكلام ده اللي هو عبارة عن ايه حضرتك؟ اللي هو كل مرة ان البلاينج بترو اطلع طلع لليوزر قول له جيس ا نمبر بتوين 0 اند 100 مثلا. تمام كده؟ هاخد الرقم خلاص هيخمن او هيدخل نمبر. النمبر ده هخزنه فين؟ هخزنه في جيس. يبقى ريدر. ايوه هو انا بستخدم بلاينج ترو لازم ابقى فوق مثلا معرف البوليان
playing بس. ما احنا عاملين كده boolean playing equal true. يعني لو مش عامل هنا equal true فاجي هنا في الويل استخدم اللي هي equal equal true صح؟ لا مش هينفع اصلا. يعني انت لازم يكون عندك initial value يبدأ من عندها. لو سايبها كده هو لازم مش هينفع. مش هينفع لازم يكون عندك initial. يعني هتقول مثلا equal equal لازم true ياخد قيمة. لازم ياخد قيمة. لازم ياخد قيمة. لازم ياخد قيمة يبدأ من عندها الطريقة. هيشوف ازاي يعني البوليان لازم ياخد قيمة. ايوه لازم ياخد initial value مش بوليان بس. انت لو هتتعامل مش بوليان بس هو لازم يشوف عندك initial value عشان يبدا من عندها اللوب بتاعته يبدا يعد من عندها. يا اما يكون هياخد الانيشال فاليو بتاعته من اليوزر بالظبط. تمام كده. فجيت قلت لليوزر اهو دخل القيمه بتاعتك وهدخل وهخزنها في ديستا. انا بقى بعد كده لعبي كله هيبقى على مين؟ هيبقى على البلينج ولا هيبقى على تخمين اليوزر؟ تخمين اليوزر. لعبي كله على تخمين اليوزر مع الراندوم نمبر اللي هيختار البروجرام. هقول اف والله ان الجهاز ده اكبر من الراندوم نمبر هتقول له كذا. اصغر هتقول له كذا. الس معنى كده ان هو بيساويه هتقول له ان انت فولس. وفي الاخر خالص هتساوي لي البلاينج دي فولس علشان نطلع بره اللوب دي. معنى ان هو ينزل هنا كده ويقول لك ويلاقي ان البلاينج فولس هيطلع فوق. ايه ده البلاينج فولس؟ لا خلاص دي ما تحققش الكونديشن ده. اعمل جامب بقى لكل ده يا باشا وكمل البروجرام بتاعك عادي. وصلت؟ طيب انا بس يا هندسه عايز افهم حاجه بس بسيطه. ممكن بس تطلع بالكود بس فوق عند المتغيرات بتاعتنا. حلو. لو شلنا كلمه بوليان دي خالص وشلنا ترو وشلنا كل الكلام ده وحطينا جنب الراندوم اللي هي جنب الانتجر فوق حطينا مثلا سلاش بعد كده بلينج عملناها ايكوال ترو هي اصلا مش هتقبل. قصدك كده؟ بالظبط. اخد نفس مش هينفع. مش هينفع ليه؟ مش هينفع. داتا تايب هنا تطلع. معرف الجس والانت سوري الجس والراندوم على انهم انت. تمام كده. ما ينفعش احط معاهم في نفس اللاين حاجه من داتا تايب تاني او حاجه من نوع تاني. ما ينفعش اقول بلاينج. ما ينفعش اقول بلاينج ايكوال ترو. ازاي انت مثلا بلاينج ايكوال 1 انت البلاينج دي ايه يعني؟ ايه هويتها؟ هي عباره عن ايه وانت بتقول انها بترو؟ ما فيش حاجه عندي انت بتساوي ترو. تمام انت فاهمني يا احمد؟ فاهمك تمام. تمام كده؟ عندي سؤال يا باشمهندس. اسال. لو انا حبيت اشيل بلاينج دي خالص من اللعبه احط وايل ترو اقفل اللوب ازاي؟ ببريك ولا بريك تقريبا بريك يعني صح. نعمل كده قول. طيب تاني معلش ممكن وايل ترو ما بينها كويس برضو. ما بينها كويس. انا عارف الكيبورد الكيبورد تمام. هنا هعمل ايه لو هينفع اقفلها بحاجه تانية غير البريك او بالسيستم او غير السيستم تو اكزيت؟ يعني انا لو قلت له مثلا لازم بريك غير الترو اللي فوق دي صح؟ لازم بريك. تمام ممكن بس تدوني 3 دقايق بالظبط او ممكن اديكوا تاسكايه. اكيد انا اوت في التاسكايه دي. ايه؟ اكيد انا اوت في التاسكايه دي. ليه ان شاء الله كده؟ عشان برضه لسه محتاج افهم شويه بس. خد الثلاث دقايق. فاهم ايه؟ طيب قول لي. مش فاهم ايه؟ مش فاهم المثال ده كله. يعني حتى جزء زي بتاع الميثود لما استخدمناه هو راح فين؟ البيلتين كلاس تقصد؟ اللي هو الكاستنج احنا عملنا تمام. ف لا مش جايه معايا قوي يعني. ممكن لو اشرح زياده. طيب تعالى كده نشوف الحته دي الاول. انت دلوقتي في عندك قيمه هيخمنها اليوزر وقيمه راندوم. انت في عندك بيلت ان كلاس مسؤول ان هو يجيب لك قيم عشوائيه من البروجرام بتاعك. تمام كده؟ تمام. مش بيلت ان كلاس، بيلت ان ميثود اللي اسمها راندوم. اوكي كده؟ طيب انت القيمه دي هتخزنها فين هنا؟ في التو فاريبلز دول؟ هتخزنها في راندوم. صح؟ ايكوال. مين الشخص او مين الكلاس اللي فيه الميثود دي؟ الكلاس بتاعك اسمه ماث. تمام. دوت الميثود اسمها ايه؟ اسمها راندوم. اوكي كده؟ اوكي. هتختار من كام رقم؟ من 100 رقم. تمام؟
طيب واعمل له كاست عشان احدد له نوع واعمل له كاست عشان احدد له نوع. ما دام انا شغال بحاجه انتجر ولا انا شغال بالانت عشان شغال بالانت اللي هو ارقام صحيحه. تمام كده. ايه بقى حطيتهم ما بين قوسين؟ حطيت ما بين قوسين هنا علشان المفروض ان هو هيختار ما بين كام رقم؟ 100. من 100 رقم يعني من 0 لحد 100 صح؟ تمام. معنى ان انا كده عامل كاستنج اصلا لانت، معنى ان انا عامل كاستنج لانت يعني الرقم اللي جاي ده هيحوله لانت. اول حاجه هيشوفها الكومبايلر من ال 100 رقم دول كام؟ الزيرو. تمام على طول. هو اول رقم هيجيبه بالتخمين كده او اول رقم هو هيجيبه عشوائي الزيرو، وبعد كده ينضربه في كام؟ في 100. حلو. والزيرو هيجيب رقم من 100 رقم. هيجيب الزيرو من ال100 رقم. تمام حلو كده. طيب انا علشان اشوف الكلام ده واخليه يختار ما بين ال100 رقم يعني من الزيرو لل100. حلو. فقلت له ان الرقم اللي جاي ده هيكون رقم انت، وعملت القوسين دول علشان اقول له ان هو من 0 ل 100، يعني اختار لي رقم من 0 لحد 100. من الاخر كده انا قلت له نفذ اللي ما بين القوسين دول هم الامر نفسه، الاثنين دول هم مع بعض مش كل واحد لوحده. بالظبط. مش تبدا لي الميثود اللي هي اسمها ماس، ودي طبيعي بتبدا من 0 وبتضرب في الرقم اللي بعديها، فلا هم كلهم مع بعض. بالظبط. تمام. وبعد كده بقى استخدمت اللوب والبوليان. استخدمت اللوب والبولين واتعملت عادي. تمام وصلت. طيب. نوعا ما كبير. طيب كنت عاوز اخد ايه تاني؟ او كنت عاوز ممكن اديكوا تاسكات بتشتغلوا عليها؟ في تاسك تاخد 3 دقايق. طيب مين اللي بيسال معلش؟ طب بنقول يلا. طيب بصوا يا شباب، انا عاوز اخد قيم من اليوزر. حلو. تمام. بس القيم دي تكون موجبه، وهخليه يدخل لحد 5 قيم. لا معلش تمام كده. بص انا هخلي اليوزر يدخل قيم معينه، بس القيم دي تكون موجبه مثلا. حلو. ويجمع الارقام دي، بس في حالة ان هو دخل رقم سالب اديله الفرصة تاني ان هو يدخل ارقام موجبة، ولحد ما يدخل 5 ارقام موجبين هاخدهم منه واجمعهم على بعض واطلع له الريزلت بتاعه. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. ممكن تشتغلوا عليها لحد ما اجي لكم؟ ماشي. وفي حاجة جديدة هنستخدمها هنا لما اجي اقول لكم عليها. بس عموما بناء على اللي انت فهمته مني في الاكزامبل ده، اشتغل على الاكزامبل اللي انا مديه لك دلوقتي. تمام.
جوبا أهلا جابر، بعد إذنك بص على الواتس عندك. يا شباب انا بعت لك الكود اللي انا كتبته برايفت في مسج على زوم، ممكن كان عندي حاجه شبهه فعدلت عليه بس مسحت فيه حاجات انت بعته فين على الشات بتاعنا هنا؟ اه بس برايفت بعته لك انت بس. اوكي
هو انا كده المفروض ان اظهر للناس كلها؟ طيب لا ليك انت بس. لا انا عامل شير سكرين. لا انا مش عارف بقى. اكيد انا دلوقتي مش ظاهر لي حاجه في الشيء في لا عشان انا مش فاتحه دلوقتي. بص كده فتح وظهر صح؟ لا ما ظهرش يا راجل. طيب ماشي كويس. بس في حاجة نسيت اشيلها، ال y equal 0 دي ملهاش لازمة. ف مش مشكلة. هندسة انت موجود؟ ايوه. هو السؤال ده مش نفس اللي يعتبر شبه التاسك رقم 12 اللي احنا خدناه المره اللي فاتت؟ ايوه صح كده؟ ما عشان كده انا خدته وعدلت عليه. اصل انا عمال اعمل فيه نفس الموضوع بالظبط. فانا انا هشرحها دلوقتي. انا قدر الامكان احاول ان احنا نلم جزء كبير من التاسكس عشان نعرف موضوع اللوبس ده. طيب تمام كده بالظبط. دقيقة واحدة عشان الناس تخلص. دقيقة بالظبط.
طيب كله عملها حبايبنا شباب ثواني بس انا بتستو ممكن تراجع الكود بتاعك معايا طيب واحنا شغالين انا تمام الحمد لله الشهر طيب تمام بصوا بقى بس ارجع الكومنت ده بصوا يا شباب مبدئيا كده انا هاخد ارقام من اليوزرز صح كده بس كده طيب عرفت سكانر ريدر ايكوال نيو سكانر عادي جدا تمام انا هفترض اول حاجه انيشال فاليو هدخلها طب مين بعت مسج فادي ماشي يا فادي طيب مبدئيا كده انا في رقم هاخده من اليوزر صح بس انا هفترض او هبدا الرقم ده من زيرو ليه علشان ما يقلش من زيرو او ما يقلش ما يدخليش رقم سالب تمام كده فانا هعرف انت نمبر ايكوال زيرو تمام طبعا انا محتاج الجمع يعني انا محتاج جمع الارقام الموجبه اللي هدخلها اليوزر فهقول sum ايكوال زيرو تمام كده ماشي طيب مبدئيا كده اليوزر متاح لي ان هو يدخل كام رقم خمسة يعني مش متاح لي ان هو يدخل خمس ارقام متاح لي ان هو يدخل خمس ارقام موجبين يعني لحد ما يدخل اول خمس ارقام موجب خلاص انا هطلع بره اللوب هعمل بريك لللوب دي وهطلع بره وهكمل عادي جدا تمام كده يعني انا كده محتاج كاونتر يبدا يعد لي الارقام الموجبه اللي هيدخلها مين اللي هيدخلها اليوزر يبقى انا محتاج كاونتر صح ماشي تمام جدا واللعب كله هيبقى على مين على الكاونتر ده تمام طيب حاجة اقول وايل ان الكاونتر مش انا هنا اقول ان الكاونتر عندي بيساوي واحد حلو يبقى انا محتاج initial value هنا طيب الانيشال value عندي هنا هتساوي كام ما هيعد من بداية من واحد مش هينفع يعد من صفر لا ده هيعد من واحد على القيمة نفسها على النمبر نفسه يعني ما ينفعش ياخد اقل من زيرو بالظبط وما ينفعش برضه ياخد زيرو وما ينفعش ياخد الزيرو ليه لان انا بادئ عندي زيرو صح كده تمام يعني ما ينفعش عندي ياخد اقل من واحد من الاخر بالظبط تمام كده معلش يعني كده معلش الحته دي يا باشمهندس طيب انا مبدئيا كده انا عاوز اليوزر يدخل ارقام في حاله ان هو دخل ارقام سالبه اقول له مثلا ان انت اقول له مثلا ان النيجاتيف نمبر نوت الاود مش متاحه معانا حلو تمام بس في حاله ان هو دخل رقم موجب انا هاخده واحتفظ بيه عندي اخزنه عندي في نمبر حلو واجي في الاخر خالص لحد ما يوصل للرقم الموجب رقم خمسة للفاليو الموجب اللي هي رقم خمسة مش اللي هي بتساوي خمسة اللي هو النمبر رقم خمسة اللي هو خمس ارقام تمام
يجمعهم على بعض ويطلع بره اللوب، يعمل لها بريك ويطلع بره. حلو كده؟ ماشي تمام. طيب انا ممكن اقول الكاونتر عندي هنا بيساوي كام؟ واحد مثلا؟ واحد اه. طيب خلينا معاك للاخر، هنقول ان الكاونتر في حاله بقى ايه، ان الكاونتر اقل من او بيساوي الخمسه هتعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف. انا هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين سيستم دوت ان. تمام. طيب النمبر ده هيتخزن فين؟ نمبر بيساوي الريدر دوت next end. طب عشان ايه سيستم دوت ان دي اللي استخدمناها على البرنت لاين؟ ايه ده، هو انا لا انا المفروض اقول له سوري، ده انا كنت داخل اول رقم. سوري انا كل ده فاكر ان انا في سكانر، بس معلش انترفيس نمبر مثلا ابوزيت نمبر مثلا. انتر ابوزيت نمبر. تمام كده. هنا بقى ابدا احط الكونديشنز بتاعتي، اقول والله اف ان النمبر اقل من الزيرو هقول له ايه بقى؟ هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين النيجاتيف نمبرز are not allowed مثلا. تمام كده؟ ماشي. طيب جميل. والمفروض ان انا جاي هنا مثلا اقول له مثلا يعني اقول له بريك خلاص النيجاتيف نمبر مش allowed واطلع بره، واطلع بره ده. حلو؟ طيب ما انا ممكن احط نمبر تاني اللي موجوده فوق نمبر ايكوال ريدر دوت نيكست اند عشان يبدا يدخلني تاني، اخلي اصلا يكتب تاني. طيب انا في حاجه معينه انا عاوز اقولها اصلا من الموضوع ده، يعني خلينا كده مع البروجرام للاخر واقول لك انا عاوز اوصل لك ايه. قشطه. ماشي؟ فانا جيت هنا قلت له ايه؟ والله في حاله ان النمبر ده اقل من زيرو هتطلع لي وتقول لي ان النيجاتيف نمبرز ار نوت الاود، مش متاحه معانا. اوكي كده؟ وبعد كده تقوم عامل بريك وتطلع وتيجي هنا كده الارقام الموجبه اللي هو جمعها لي او اللي هو جابها لي اجمعها على النمبر او اجمعها وطلع لي حصل جمعها. ماشي كده؟ طيب كده بقى المفروض تبقى صم بلس نمبر بس مش بلس ايكوال. بلس ايكوال هي صم بتساوي صم ايكوال صم بلس نمبر. يا جماعه صم بتساوي الصم بلس النمبر. لازم اكتبها في كل مره. تمام. طيب انا بقى محتاج ايه؟ بصوا بقى يا شباب، مش انا عندي فوق كاونتر بيعد لي على عدد المرات اللي دخلها اليوزر؟ صح؟ ماشي. ما انا عاوز الكاونتر ده، انا عاوز الكاونتر ده يقف. يقف امتى؟ في حاله ان هو بقى اكبر من الخمسه. صح؟ يعني انا من الاخر محتاج الكاونتر ده يزيد، فاقول ان الكاونتر بلس بلس. ليه؟ علشان يزود واحد كل مره. وصلت؟ ماشي. تمام. واجي هنا كده بعد ما كل ده يخلص اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اقول له ان الصم ايكوال بلس الصم. تمام كده يا شباب؟ تمام. ماشي. طيب تعالوا نرن ونشوف. قال لي انتر بوزيتيف نمبر هقول له 10. قال لي انتر بوزيتيف نمبر هقول له 10، مش هنخلص. انتر بوزيتيف نمبر 10. تمام كده؟ تمام.
طب المشكلة فين؟ ادي هو ادي 1 2 3 4 1 2 3 4 لا هو عشان انا بس مديله سوري مديله 5 فقال لي ايه؟ قال لي ان الصم بتاعك 50 تمام؟ طيب 10 20 30 ماينس بقى ماينس 4 قال لي نيجاتيف نمبر ار نوت الاود والصم بتاعك بكام؟ طبعا اللي موجود مع ان انا المفروض عايز يطلع 5 خلاص وعمل البريك ونفذ البريك وكل حاجه حلو كده ماشي بس هو المفروض اللي احنا عايزينه يكمل بقى طيب انا عاوزه يكمل لحد ما يدخل 5 ارقام موجب في الوقت ده هنعمل ايه هنيجي هنا كده بصوا كده يا جماعه انا هعمل ايه هعمل ده كده كومنت ماشي وهاجي هنا كده اقول له ان النيجاتيف نمبر دول ار نوت الاوت بس بدل ما تعمل بريك اعمل كونتينيو اعمل كونتينيو كونتينيو بص طالما زرقت كده يبقى هي واحده من الكي ووردز اللي موجوده عندنا بس هي عكس البريك البريك بتعمل ايه يا شباب بتطلع ما بتديلوش الفرصه ان هو يكمل بس الكونتينيو بتديله الفرصه ان هو يكمل لحد ما يوصل للتارجت بتاعه اللي هم الخمس ارقام وصلت تعالوا ها هو كده برضو هيجمع الماينس مع الارقام كده عادي تم حلو جدا عايش تعالى بس كده نشوف الاول 10 20 30 سالب دول مثلا كام 10 هقول مثلا سالب 60 فقال لي النيجاتيف نمبرز از ار نوت الاود تمام كده خلاص مش هيقبلها مش هيجمعها اصلا ده هيديني الفرصه ان انا ادخل ارقام تاني اقول له مثلا 10 20 حلو قال لي ان السم نمبرز بكام ب 90 ادي 30 وادي ال 60 اللي فوق 60 فوق هو ما جمعش السالب 60 اصلا مش معاه بالظبط ما جمعش السالب 60 مش هيجمعها ان المفروض هو ما يجمعش اي ارقام سالبه بالظبط طب ايه اللي في الكود اللي خلاه ما يجمعهاش؟ الكونتينيو لا 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 استنى دلوقتي اللي خليته ما يجمعهاش هو بيقول ايه اللي في الكود ما خلاهوش يجمعها يجمع الماينس عشان احنا هنا فوق في الكوانتر قلنا له 5 تمام وهنا قلنا له ثواني بس عشان احنا هنا قايلين له لا علشان الكونديشن بتاعي اصلا ايوه اقل من صفر ان هو اكبر يا ايمن اصبر اصبر ثانية أنا هنا بقول له إيه؟ بقول له إف إن النمبر ده أقل من الزيرو تمام أنا مش عاوز الكلام ده أنا أصلاً مطلع عملية جمع الأرقام بره الكونديشن بتاعي بس تمام مش من التنفيذ فاهم؟ أه تمام وصلت يا شباب؟ معلش بس سؤال بس معلش هو كونتينيو يعني أمر كونتينيو بيرجع يبدأ الواي من الأول ما يبصش اللي تحتها لا هو بيرجع يعيد الجمله دي هو فعلا ما بيبصش اللي تحتيها بيرجع يعيد الجمله دي كده ويرجع يعمل تاني لان انا اللي فكرت فيه ان هو هيعمل الكاونتر هيزيد واحد حتى لو اتنفذ الكاونتر هيزيد واحد فكده هيبقى العدد اقل بواحد فلقيته كمل عادي فهو كده كونتينيو دي بتلغي اصلا اللي تحتيها كمان ويبدا الوايل من الاول بالظبط هي بتوقف اللي تحتيها لحد ما نرجع نكمل ونحقق الكونديشن بتاع الوايل تمام انت فاهم؟ ممكن بس هندسه بعد اذنك رن تاني كده حاضر ماشي هنكتب بقى ارقام وهنخلي من ضمن الارقام الخمس ارقام دول صفر لا مش كده هو يا الفكره هو انا بس اللي انا عايز اوصل له هنكتب بس صفر واحد وارقام عاديه اقول ايه معلش؟ صفر واحد بس هنكتب بس صفر عادي والباقي ارقام عاديه 1 2 3 4 مثلا 1 2 3 4 طيب ما العمليه الحسابيه ده كده المفروض ده كده غلط ليه؟ الصفر اصلا ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف ايوه هنغير الكونديشن بتاع اف نخليه اصغر من اور ايكوال طب استنى بس معلش انا عايز اشوف حاجه بس يا احمد
انا معاك. بص طيب. رياضه 1 و2 ادي 3 و3 6 4 10 قشطه تمام حلو. النقطه اللي انا بتكلم فيها الصفر اصلا محايد ولا موجب ولا سالب. تمام فاهمني؟ تمام يعني ككود قشطه تمام. ال 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 الران اللي ظهر قدامي ده الصفر اصلا مش بوزيتيف نمبر ولا نيجاتيف نمبر. هو يقصد لوجيكال يبقى كده ايرور في غلط لوجيكال. حلو جدا. ممكن ندي كونديشن تاني باف لو اللي هو يساوي صفر ونكتب مثلا زيرو هو نفس الكونديشن بس اقول له اكبر من الصفر مش اصغر من الصفر او اصغر من الصفر او أو تساوي يوقفها او تساوي الصفر او يوقفها لان هو كده هيساوي الكاونت نمبر. بس هي كده اصغر من الصفر لا لا جنب الاصغر على طول مش شرط نكتبها تاني يعني ممكن اصغر من او تساوي زيرو. ماشي كده خلاص كده بيتكلم صح. لا شيل او ايوه تمام. طب تعالوا تعالوا طيب نعيد الران تاني. اقول صفر قال النيجاتيف ايه نمبرز. هو كده اعتبر ان هو كده اعتبر ان الصفر دلوقتي نيجاتيف نمبر نيجاتيف نمبر فبالتالي ما ينفعش. لا ما احنا ممكن يا باشمهندس ما احنا ممكن نغير صفر النيجاتيف نيجاتيف او زيرو نمبرز هنغير الرساله نفسها تبقى نيجاتيف نمبرز اور زيروز نوت الاود اور زيروز مثلا. اه تمام كده فكده سواء كتبت صفر لو كتبت نيجاتيف هي هي ماشي صح خليها بقى ايكوال ما رجع الايكوال تاني. اوكي 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 ثانيه واحده بس انا بوقف الرام. بس تمام كده انا هكتب اي حاجه غير الزيرو وغير اي حاجه نيجاتيف كده البرنامج هيشتغل معايا بيولوجيك صح. تمام كده يبقى كده ما حسبهاش معايا من ضمن النيجاتيف نمبرز سوري البوزيتيف نمبرز بالظبط. اوكي طيب عاوز اقول ايه تاني ثواني بس ما اطلع لكم الاجنده. دي كده شلون بالنسبه للوب او سوري او بالنسبه للوايل لوب. في حد عنده اي مشكله في الوايل لوب شباب؟ تمام. لا تمام زي الفل تمام. طيب ثانيه واحده كده. طيب كده مفيش مشكله في الوايل لوب صح شور؟ لا تمام شور خور. ايوه هندسه شور تمام. نخش على الفور بقى. طيب فل جدا. تعالوا كده نشوف الفور لوب. الموضوع برضو بسيط جدا. احنا هناخد من اليوزر خمس ارقام حلو نجمة ونطلع الافريج. بصوا هو دايما اول اكزامبل هيبقى في كل حاجه بسيط كده بس هيبدا ان هو يكبر معانا واحده واحده ماشي؟ ماشي. طيب احنا نستخدم الاسكانر فخليها معانا. طيب بصوا يا شباب انا تعالوا نقفل الاسكانر بالمره مش مشكله. انا عاوز اخد من اليوزر خمس ارقام اجمع واطلع افريج حلو. معنى كده يبقى انا محتاج حاجه تلف. يعني ايه تلف؟ يعني تعدي على القيمه اللي هيدخلها اليوزر كل مره يشوفها بكام ويبدا ياخدها. معنى كده ان انا محتاج لوب تعدي عليها حلو. طيب
مبدئيا كده انا هخزن النو اليوزر القيمه اللي دخلها اليوزر حلو و اقول مثلا ان بتساوي 0 وهقول الصم بيساوي 0 تمام كده. طيب وعندي في افريج دبل افريج وهرجع اقول لليوزر سيستم اوت دوت برينت لاين اقول لليوزر انتر ذا فايف نمبرز تمام. انا عاوز اخلي بقى اليوزر يبدا سوري عاوز اخلي البروجرام عندي يبدا يعدي على الفايف نمبرز دول رقم رقم ويبدا ياخدهم علشان يجمعهم مع بعض ويطلع الافريج حلو. طيب هقول فور هعتبر ان احنا بس ممكن نسمي دي كده اي عشان بس تبقى الانيشال فاليو بتاعتنا. هقول ادي الاي اي اي ايكوال ايكوال 0 حالة ان الاي اقل من الخمسة الاي بلس بلس تمام. طيب ايه بقى اللي هيحصل جوه اللوب؟ اللي هيحصل جوه اللوب اللي انا عاوز ادي افيلابيليتي لليوزر ان هو يبدا يدخل الارقام بتاعته حلو. فاقول له سكانر تعالوا ناخد السكانر ده كده على طول كنترول سي ما راح فين ماشي. هقول له ان السكانر ريدر ايكوال نيو سكانر خزنا في الان ايكوال ريدر دوت نيكست انت تمام كده ماشي. وهقول ان السم طبعا بما اننا خلاص خلصنا كله حروف فخلينا كلها حروف هقول له ان السم بلس ايكوال ان معانا هندسه تمام كده تمام. واجي هنا كده اقول له ان الافريج ده بيساوي الصم ايوه انت سامعني تمام الصوت بس ممكن يوصل متاخر سامعني كويس تمام الصوت بيوصل متاخر طيب يعني كده تمام. طيب اوكي طيب كده ايمن تمام بالنسبه لك؟ هو اترددت عليا بعدها بحوالي دقيقه تقريبا او 30 ثانيه حاجه كده والله. طيب قشطه طالما الصوت موجود وواضح تمام مش مهم كده ظبط كده ظبط تمام. انا عملت ايه؟ انا جوه الفور لوب بتاعتي قلت انا عاوز ادي افيلابيلتي لليوزر كل مره ان هو يدخل رقم علشان اخده منه حلو لحد ما يوصل لخمس ارقام. يبقى معنى كده ان في حاله ان هو دخل اكتر من خمس ارقام مش هينفذ اللوب دي مش هنديله الافيلابيلتي ان هو ايه ان هو يدخل رقم حلو. طيب هعمل ايه بقى؟ هطلع حاصل جمع الارقام اللي هو دخلها وهطلع الافريج بتاعه حلو كده الافريج بتاعه اللي هو بيساوي ايه جمعهم او حاصل جمعهم على عددهم اللي هم خمسه تمام. واجي اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين هقول له ايه بقى ان السم بتساوي اوف نمبرز سم اوف نمبرز ايكوال الاس بلس الاس اللي هي السم واجي اطلع له بقى الافريج باك سلاش ان جديد هقول له ان الافريج ايكوال واجي اطلع له مين؟
الافريج. تمام. انا رانا نشوف. قال لي انتر 5 نمبرز. هقول له 20 ماينس 5 10 40 10. قال لي ان السم اوف نمبرز 75 والافريج بتاعهم 15. تمام. طيب هو كده بالنسبه له يعني ادي 20 وادي 10 30 30 ماشي 30 و 40 70 70 و 10 80 ناقص 5 ناقص 5 75 ماشي. طيب 75 على الخمسة تمام 15 ضم كده. طيب في حد مش فاهم اللوب مشي ازاي؟ لا شباب مفيش. هو كده المفروض ان هو خد معايا رقم ماينس لان انا اساسا قايل له ان الاي عندي اصغر من 5. ايوه لا انا مش حاطط اي كونديشن على الانبوت بتاع اليوزر. انا هنا مش حاطط اي كونديشن بالظبط ان هو لو عايز دخل ارقام موجبه ارقام سالبه صفر اللي هو عايزه. ايوه بالظبط. تمام انا بس دخل في دماغي الكونديشن ده حاجه ثانيه. تمام كده تمام. طيب كان في اكزامبل كده كنت مجهزه لكم برده ثانيه واحده. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ده ثانيه واحده كده. كنا عايزين نطلع حاجة ليها علاقة بال odd numbers وال even numbers. يعني في التاسك تقريبا حاجه زي كده في التاسك. تاسك 9. تاسك 9 كان عايز السمشن بتاع الاود لوحده والسمشن بتاع الايفن لوحده. تمام. ما هو برضه انت يعني ده واحد. هو بيقول لك ان انت تدخل بقى عدد من الارقام ايا كان. ما كانش 9 كان واحد تاني. في واحد تاني تقريبا فوق يا باشمهندس مش في الصفحه الاولانيه تقريبا. طيب تعالوا نشوف الرقم 3. الصوت بيقطع هندسه. هو فعلا التاسك رقم 9. رقم 9 ده يا جماعه الرقم الاول. لا هو ده؟ رقم 3 ده هو المفروض ده اود ناتشرال نمبرز. تجيب الود رقم 3 تجيب السم بتاعهم ده بتاع العدد الاول. هو رقم 3 ده. تمام بالظبط. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تمام. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. طيب تمام. هو وناخد الاود نمبرز. لا الاود نمبرز دي الارقام الفرديه صح. ندخل خمس ارقام من الارقام الفرديه ونجمعهم. حلو تمام. طيب تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه انا هقول له انت اي تمام. وبعد كده انا عندي النمبر وبعد كده انا عندي السم لو حصل جمعهم اللي هفترض ان هو بزيرو. تمام كده. ماشي. هاجي اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. هقول لليوزر انتر نمبر كذا. تمام. واجي هنا اقول له سكانر سكان ايكوال نيو سكانر سيستم دوت ان. تمام كده.
ماشي. النمبر ده تاخده فين؟ في نمبر ايكوال سكان دوت نيكست انت. تمام كده؟ طيب هبدا اقول له سيستم. طيب ماشي. هاجي هنا بقى هبدا الف على مين؟ على الارقام دي. هقول فور لما الاي بتساوي واحد. هل في حاله ان الاي اقل من او بتساوي النار الاي بلس بلس، صح كده؟ تمام. والاي بلس بلس هتعمل ايه؟ هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. بص بقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ انا امتى افرق ان هو رقم فردي؟ بص يعني الفرق ما بين الارقام الفرديه والارقام الرقم الفردي ما ينفعش تقسم على اثنين. ما ينفعش تقسم على اثنين، يعني حاصل ضرب الرقم في اثنين ناقص واحد. صح؟ يعني مثلا ضرب الرقم في اثنين، يعني مثلا هقول له اثنين 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 في الاي في الرقم اللي داخل لك ده ناقص واحد مثلا. حلو؟ ما اسهل يبقى باقي قسمه الرقم على اثنين نوت اللي هو ايكوال ايكوال زيرو. يعني نحط هنا كونديشن، نحط كونديشن اف مثلا اف ان النمبر على اثنين نوت ايكوال زيرو. الموديلس الموديلس مش على باقي القسمه باقي القسمه، يعني المفروض ان النمبر موديلس اثنين نوت ايكوال زيرو، صح؟ بالظبط. في حاله ان المودلس نوت ايكوال زيرو هتعمل ايه بقى؟ عايزين نجمع الارقام الفرديه. هيقول لي بقى سم بلس ايكوال. جميل جدا. سم بلس ايكوال النم. ها مين شغال معايا؟ ايوه سم بلس ايكوال نم. انا عاملها او كنت عاملها برموز تانية. تمام قشطه. تمام ماشي انا معاك للاخر. سيستم دوت اوت دوت برنت لاين. حاجه اقول له ان السم اوف الاود نمبرز سم الاود نمبرز بلس. دي بره ال بره الفور لوب. ايه؟ المفروض بره تبقى بره الفور لوب. بره الفور لوب؟ ها؟ اه المفروض ان دي بره الفور لوب. دي حاطط ابو كونديشن. ماشي. بلس النوم. تمام كده؟ تمام. بلس التيرمز بتاعها از بلس سم. قال لي انتر نمبر، هقول له مثلا واحد. قال لي السم اوف نمبرز وان تيرمز. ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ ليه؟ هو كده ما قبلش ان انا غير ادخل رقم واحد. ايوه هو كده طلع بره اللوب. مين حل التاسك دي؟ انا حليت. انا حليت بس ما فيش كده. جميل جدا. ايمن ممكن تساعدني؟ طيب بس انا مش بستخدم الرموز بتاعتهم دي. انا معاك خالص اهو. عليه رموز. طيب قول لي.
طيب ممكن نبدأها من الأول خالص، ما عنديش مشكلة. ماشي. تمام. هعرف الانت. تمام. هو بغض النظر هو مسميات الفاريبل عامله لك مشكله؟ طيب انت مسميهم تمام ماشي يعني ايش معايا واحده واحده الكود بتاعي انا عامل عايز اللوب دي ما اشتغلتش ليه بس يعني كمل بقى معايا كده واحده واحده. فاحنا هنيجي في الفور زي ما انت عاملها. تمام. لا مش معايا ماشي الفور تمام. هنيجي بقى هنا جوه في اللوب. الفور هنا بتقول ايه؟ طيب هنا الفور دي بتقول ايه؟ بقوله ان اي بتساوي واحد واي اكبر او اصغر من رقم او تساوي الرقم. الاي دي اللي هي مين؟ طيب الاي دي اللي هو هقول لك انا الاي دي الرقم اللي انا هنشلايز عادي اللي انا هجمع عليه الانيشال فاليو اللي انا هبدا من عندها. بالظبط. انا اصلا لما كتبت واحد ما هو ما فيش، انا قلت له واحد بس. يعني لو جربنا الرن الكود دوت كتبنا مثلا خمسة يعني الفور ممكن... بص يا هندسه احنا هنكتب في الفور الاف. طيب انا ممكن اكتب كده. تمام. قول هنكتب ايه في الفور؟ هنكتب سيستم برنت اوت السطر بتاع السيستم، بس هنفتح القوسين وهنكتب 2 باي 1 ماينس 1. معنى ايه الكلام ده؟ لا هي دي معادله، انت عارفني فاشل في الرياضه. ايوه انت بتقول كده بناء على ايه؟ معلش انت فاشل في الرياضه وبتقول لي المعادله يعني ازاي؟ المعادله دي انا جبتها كده من على النت بصراحه. ايوه ما انا سالتك بقى انت هل بقى فهمت الكلام ده ولا لا؟ لا ما انا قايل انا فاشل رياضه، دي معادله رياضيه. طب اللوجيك بتاعها شغال ازاي؟ طيب از بروجرامنج اللوجيك بتاعها شغال ازاي؟ بروجرامنج ان هو الرقم اللي هيديهولي ده هيضربه في 2 وبعد كده هينقص منه 1 وبعدين تمام. بعد كده السم هتساوي برضو 2 بوينت اي اللي ماينص منها 1 2 في اي، يعني هو هيضرب الاثنين في الاي في اللي هي الواحد وهينقص منها 1. ماشي هو الكلام صح. الصوت بقطع راح. طب ماشي. طب مين تاني؟ طب يا شباب الو معاك يا هندسه يا جماعه ده سامعني؟ طيب انا سامع حضرتك يا باشمهندس. مهندس في حد سامعني ولا ايه؟ لا هو احنا سامعين بعض، ممكن يكون بس هو عنده ديلي بس مش اكتر. طب حرك الماوس. طيب لو سمعنا غير الشبكه. غير الشبكه. طيب هندسه هو كده مش موجود، لما يرجع هيتكلم. هو الكود يا جماعه كان من اول صح تقريبا، ما كانش فيه حاجه غلط. لا 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 هو الغلطه للسم بلس ايكوال النمبر دي بره الاف. لا مش كده، مش هو بقى كده، هو الغلطه كانت في ان هو مدخل رقم واحد، هو مش طالب ان هو اللي احنا بندخله دوت ده الترمز، هو بيقول له الترم ده اللي احنا بنقوله اختار رقم اختار ايوه هو دخل النمبر صح هو كده، هو خلى الاي ايكوال 1 والنمبر كمان ايكوال 1، فهو عنده الاي اصغر من او ايكوال 1 فخلاص دخل واحد. هو المفروض كان يدخل 5 مش 1. لو دخل 3 او اي حاجه كان هيعد معاه الاول الاعداد دي. هو الكود صح مفيش اي مشكله. ايوه هو دخل بس ان النمبر غلط بس. صح بالظبط كده صح كده. هو صح هيعد ازاي من واحد؟ هو سين واحد يبدا من واحد. هو لو حتى يبدا هو يبدا من واحد ده طبيعي، يبدا يعد من واحد. ايوه هو اساسا في فرق بين الاي وفي فرق بين النمبر يا ايمن. النمبر دي الخمس الارقام اللي هو عايز يدخلها. الاي دي اللي انا هبدا من كده. عندك
عارف انت اللي هو حاجه ثابته هي حاجه بتتغير مع الكاونتر بس هو كل ان احنا مش هندخل ارقام بايدينا انت بتدخل ترم انت بتقول له اختار لي اول خمس ارقام يقابلوك بص اقول لك اللي لخبطه في ايه كلمه انتر نمبر دي انتر نمبر دي المفروض انتر 5 انتر 5 نمبر مثلا انتر او هاو ميني نمبر يو وانت انتر بالظبط بص هقول لك على حاجه انت دلوقتي لو قلنا مثلا الاكزامبل ده هو حاجه جنرال مش حاجه اللي هو مختصر على رقم خمسة بس سيبك بقى من التاسك والكلام ده انت ككود خلاص يبقى من الاول كنت تساوي النمبر بخمسة انت بس كنت تعمل لها انيشاليزيشن ان هي ايكوال 5 بس كده لا مش شرط لا مش شرط ليه انت ممكن خمسة. تدخل اي رقم غير خمسة انت ممكن تدخل 7 8 9 زي ما انت عايز عشان هو عايز يجمع خمس ارقام او عايز خمس ارقام ويحدد منهم الاود هو النقطه هو النقطه اللي الباشمهندس عملها كان عايز ان هو نظام يدخل خمس ارقام يدخل واحد وبعد كده يدخل ثلاثة وبعد كده مثلا يدخل 17 ويشوف الرقم لو الرقم اود يجمعه ده تاسك غير التاسك اللي كان غير يعني ده حاجه غير اللي كانت موجوده في التاسك اصلا التاسك كان مجرد ان انت بتدخل أيوة ترم وهو هو هيبدا يعد من واحد لغايه لما يوصل لاول خمس ارقام زي اللي هو الاود ويجمعهم صح. لكن هو التاسك تقريبا اللي هو او المثال اللي الباشمهندس بيحاول يحله ده حاجه مختلفه هو عايز ان هو يدخل خالص ملهاش علاقه اصلا هو باللي احنا عايزينه هو عايز ايه بقى يدخل هو بايده الارقام وان هو المثال نفسه يشوف لو الرقم فردي يبقى يتجمع ما مش فردي ما يتحسبش صح فردي ما يتحسبش مهندس النت فصل عنده انت فصل عند المهندس ده اللي انا فيه الراوتر شكله مش قايم تاني ايوه ده اللي انا فهمت من الكلام يعني النت وقع يعني بص انا هبعت لكم ثانيه هو اللي بيتكلم كمان صوته راح الو طب يا باشمهندسه ايه حول حد سامعني مين اللي بيتكلم انا سامعك يا جماعه انا ايمن بكلم هو ايمن طيب بص طب انت ممكن تكلم الباشمهندس وتقول له خلاص يعني يعني كده السيشن خلاص يعني يخلصهم يعني نقف على كده هنعمل ايه ما احنا هنكمل نعمل ايه ايوه خلاص ما هيرجع ويكمل لو رجع خلاص ساعتين ونص اصلا طيب احنا مثلا ممكن يعني ندي نفسنا وقت لحد الساعه 12 هو كده اصلا فاضل حوالي 25 دقيقه بالظبط لحد الساعه 12 في افيلابيليتي ان هو يقدر يكمل معانا تمام مفيش يبقى احنا كده السيشن بتاعنا خلص على قد ندي لنفسنا وقت في فرصه اكلمه اقول طيب ماشي اوكي بس الموضوع بسيط تمام اوكي هي بس يعني انا هندسه الشباب بيقولوا هيستنوا لحد الساعه 12 لو حضرتك ما قدرتش تخش معانا تاني هيبقى خلاص كده احنا خلاص احلى حاجه فيك ايمن ان انت بترزع الكلام غشيم غشيم والله العظيم بيرزع الكلام قوي 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 اللي هو بص يا هندسه اللي هو انت قال له ده اللي عامل الجروب ده انا بص لما نخلص يصحى الجروب بتاعنا اصبر بص يا هندسه هو الكلام كده مش عاجبك كل عيش بعيد عني بالظبط هو كلام كده احنا هنستناك نص ساعه جيت ما جيتش نروح ننام هدوء يا جماعه دفش دفش يعني الله يخليك هدوء يا رجال عليك انا بقول لكم ايه والله طب بص تمام احنا كنا اللي حصل هو الناس كان بيتكلم مره واحده وسبته لا هو عامل ايه يا جدعان لا اله الا الله هو الدور يبقى عليا انا كمان ولا ايه معلش ثانيه حد يشيرنج بقى لشاشه كده ويفهمنا اكيد عمرو انا ما عنديش مانع لحد عايز يسال على حاجه ما عنديش مانع اسال انت بتبعت ايه في الشات ان احنا عايزين نفهم عمل ايه مش عايزين نظري يعني عشان انا كل مره تستسبيس الدنيا وتبوس خالص المشكله عندي يا جماعه ان انا داخل على الموبايل مش داخل من على اللاب طب انا داخل على اللاب ولو حد عايز يعني عايز اقول له حاجه انا ما عنديش مانع والله طير وكلنا عايزين يا معلم لا كلنا هناخد طيب يعني انتوا فاكرين طيب في اللي انا خدت بعمله في الحقيقه عايز الكود معايا
لو الكودينج بتاع ال بتاع انا كنت معايا الاودد والايفن ده عايزين نفهمه مش ازاي هو معايا بس انا مش فاهمه وما بعتوش في التاسك اصلا. طيب انا بحاول انا بعت في التاسك ايه ده انا بفتح فيديو كول بدل ما ماشي ايوه شير سكرين اللي هيعمل الشير مش العفيف تقريبا محمود العفيف ايه ده مش ده محمود مين حد شايف كده محمود مين اللي كان قاعد معاك في السيرفر الصبح ايمن معانا اتنين محمود يا جدعان طب واحد تمول ايمن منور يا حبيبي منور ايوه انا محمود العفيفي ايوه بس كده هو حد شايف حاجة طيب ولا انا احنا شايفين الكود انا بعته لك عفيف كود ايه هو ده الكود اللي هو كان كاتبه يعني لا بس هنعدي الفيل ما عندي عندي طارق. عندي جاهز طب تمام انا مخلص حلوة فار كراي 5 4 برضو بلعبها فار كراي 4 واتش دوجز 2 لو فتحت لك الديسك توب هتشوف الاحلى عادي يعني بص موجود طب حلو احنا لما ان شاء الله نروح الحوار الالعاب ده مش هنخلص لما نروح الكرسي ان شاء الله اجيب الهارد وادهولك انا احب هو الريكورد لسه شغال بس الباشمهندس لسه مشغل الريكورد ايوه تقريبا طب تمام خلاص خلينا بعدين بقى مين باشمهندس كمان ناو كان السؤال الثالث صح بس كبر الفونت شويه برضو التاسع برضو نفس الكلام كبر الفونت شويه كبر الفونت شويه حلو كده ده الفل كده تمام الثالث والتاسع طيب الثالث كم ثواني افتح السؤال بس يا جماعه عشان يعني انا الصراحه ما كنتش في المحاضره اساسا قال لك write a program in Java to display the n terms of odd natural number and their sum ماشي الارقام الطبيعيه قال لك بتبقى هو قال لك عايز اليوزر يدخل عدد الارقام اللي هو عايزها من الارقام الطبيعيه بتهيألي اسمها الارقام الطبيعيه او الارقام العاديه وتكون كلها odd تمام وانت تطبع له على ما اعتقد الارقام دي وتطبع له الناتج بتاعها لا صلى على النبي عفيف انت بتتكلم غلط ما هو لا هو بيقول لك بص في الكود اللي انا بعته لك ده الكود اللي الموقع اللي مدي التاسك حله بيه اساسا انا هو قال لك عامه دخل ارقام يا عفيف قال لك دخل ارقام بس مش خمس ارقام كان. ثانيه ايمن يخلص دخل ارقام ويحدد الارقام الاود تمام يعني هو هيطلع الارقام الاود ويجمع ده بتاع رقم 3 عشان كده على اساس كنا عملنا الاف كونديشن بتاعت اللي هو المودلس ان على 2 نوت ايكوالز ل 0 هقول لك نمبر اوف تيرمز سيبك من المودلس وكده نمبر اوف تيرمز دي يعني هو عايز عدد الارقام يكون 5 1 3 5 7 9 خمس ارقام تمام فاهم قصدي هو انت انا عاملها كده يعني انا عاملها ان انت بتدي استنى بليز انتر ذا نمبر يو وونت مثلا نقول 7 خلاص هيطلع لك 7 ارقام كلهم اود ويروح جمعهم لك تمام صح فاهم قصدي ده اللي انا فهمته من السؤال يعني لو هو باشمهندس قال ان هو حاجه تانية يبقى ماشي انا ما هو ماشي حسب ما انت فهمت برضو صح ما بالظبط هو كل واحد وبيبقى على حسب ما فهم السؤال صح لو عايزين نشرح ده ماشي عايزين نشرح التاني برضو براحتكم اللي انتوا عايزينه يعني والله اشرح وخلي الناس تعرف برضو انت فكرت ازاي وعملت ايه بتضيف لهم طريقه تفكير ماشي خلاص بص يا باشا طبعا السكانر والكلام ده عادي والسيستم دوت اوت عادي بعد كده الانت كاونت الكاونت ده هو عدد الارقام اللي اليوزر بيدخله تمام اللي هو الخمسه اللي هو الخمس ارقام او السبع ارقام او ايا كان عدد الارقام اللي هو عايزه يبقى موجود هو عدد في المساله عايز الفردية. خمسة تمام هو في المساله عايز خمسة تمام قال لك بس فانت كاونت فاول حاجه الكمبيوتر بياخد عدد الارقام بعد كده بيعرف السم بزيرو وبيعرف النم ده اللي هو الارقام اللي بيبدا ماشي عشان انا تايه عشان مش فاكره بس خد راحتك
ماشي. نوم دي انا اعملها عشان يطبع يطبع الرقم، هي يعني ممكن ما يكونش ليها اي لازمة اساسا، بس ماشي خلاص. يعني لو خدت بالك هنا طبع الارقام اللي هو لقاها، وبعد كده راح طبع مجموعة. فنوم دي انا مجرد عامل حاجة بس تبين الارقام خلاص، عشان يبينها زي ما هم بينها في الاجزامبل هنا. على اساس ايه بالظبط؟ زي ما هم بينها هنا كده في الاجزامبل، 1 3 5 7 9 تمام. بعد كده قال لك الارقام هي سيستم دوت اوت، طبعا قال لك الارقام هي، وبعد كده بدخل في اللوب بقى. اللوب بدا منين؟ بدا من 1. قال لك عشان الارقام الناتشرال بتبدا ب1، دي الارقام الطبيعيه. الكونديشن بتاعها ايه بقى؟ ان الكاونت اللي اليوزر مدخله انا اوصل اخر، يبقى الكاونت ده اللي هو كام رقم؟ 5 ارقام. بمعنى هو هيبدا من 1، يعني 1 2 3 4 5، 5 ارقام، عشان عشان من الاخر الفور لوب تلف 5 مرات. ماشي، لو واقع في حاجه قول لي. تمام، ولايك عايزك تخلص بس الاخر تزود. ماشي تمام. بعد كده بيعمل ايه هنا؟ بيطبع بيطبع الارقام، لان انا زي ما انت شايف النم بدأ برضو بايه؟ ب1. فبيطبع، تعالى كده لو غيرنا دي. بص هقول لك على حاجه، انت كده كل الارقام اللي بتدخل اساسا فردي، يعني هو اصلا مش هيدخل ارقام زوجي خالص. هو مش هيدخل ارقام زوجي خالص. انا طلعت حته ان اليوزر يدخل رقم اساسا، شلتها. هو كل اللي بيعمله بيدخل عدد الارقام اللي هو عايزها. لا انا افترضتها ان هو هيدخل له ارقام، تمام، والارقام هو يحدد منها الارقام الفرديه ويجمعها. ممكن برضو. اما انت كده كل الارقام اللي هتدخل عندك هيجمعها اساسا. كل الارقام اللي هتدخل لا كل الارقام اللي هتجربها هتبقى الارقام اللي هي طبيعيه. لا مش بالظبط. بص هفهمكم بس معلش، بس ارقام طبيعيه معناها ان انت الرقم اللي عندك ما يكونش فيه كسر. بالظبط، ده معنى اسم رقم طبيعي. اود او ايفن ديت اللي هي اذا كان رقم اللي هو فردي او زوجي. فردي او زوجي، حلو. بالظبط، هو هنا بقى في السؤال طالب ان هي تكون ارقام طبيعيه وفي نفس الوقت تكون ارقام فرديه. حلو جدا. عندك انت بقى عفيفي، انت اصلا مش عامل شرط، انت كل اللي انت عملته ان انت اساسا الارقام اللي انت هتدخلها انت اديتك من 1، اللي هي انت نم بيساوي 1 اللي موجوده فوق. تحت انت مخليه مع كل رقم يزود 2، فلازم هيطلع لك ارقام فرديه. هيطلع ارقام فرديه غصب عنك. يعني لو انت كتبت نم ايكوال 2 فوق او ايكوال 0 هيطلع لك ارقام زوجيه. لو طب ما هو ده مش المساله، مش عايزه كده. لا هي المساله، المساله الفكره مش ان انت تكتب ان انت ملزم بكود، لا انت عايز برنامج ينفذ لك اللي انت عايزه. بالظبط كده. ايا كان بقى، لو انت تشقلب في الكود بس طلع لي البرنامج اللي انا عايزه، بس تكتب بقى اف، تكتب تعملها انت انتجرز، خليني هو يطلع فعلا ارقام بس. مش طب انا عايز ارقام، مش عايز ارقام ايفن. طب نفترض حاجه انا من فراغي عملتها اساسا. طب نفترض والله العظيم من فراغي يا جدعان، انا مخلص 3 مواد كلها في الجافا. حبيبي عايز اسالك على حاجه. قول يا حبيبي، قول علشان اسف. نفترض ان مثلا ان اليوزر هو اللي بيدخل ارقام، مش الكمبيوتر هو اللي بيزود من عنده. اليوزر هو اللي بيدخل الارقام، واليوزر هو اللي بيدخل الارقام. تمام، تشيل دي كده. انت هتعرف منين اليوزر سواء كان دخل الرقم ده فردي ولا زوجي؟ هتعرف منين الرقم ده فردي؟ في حاجه اسمها مودلس. تمام، المودلس ده لو عملته هو معاك دلوقتي، هقول لك وانا بكتب. ماشي تمام. انت قلت عايز ندخل ارقام واليوزر يدخل ارقام والكمبيوتر يشوف الارقام دي فرديه ولا زوجيه، وبناء عليها يجمع الفرديه وينفذ للزوجي، صح؟ عايز عدد ارقام معين؟ عادي براحتك. ماشي، عايز مثلا مفتوحه، صح؟ طيب تعالى كده نقول 4. تمام، او بلاش 4، خليها وايل عشان احنا مش حاطين وايل. نعم، عشان نقفلها نقول مثلا ان الزيرو مش رقم عادي، فهيحط هنحط الزيرو هو الاند بوينت بتاعنا، هي الحاجه اللي توقف البرنامج. ماشي، مش ايكوال
تمام ايكوال فتح براكت ايه تمام تمام كم خلاص بعد كده قال لك ايه يبقى هتدخل هنا تحت ممكن ناخد النم الانت نم دي فوق صح واكتب قبلها مسج برضو عشان تعرف اليوزر انه هيدخل رقم اكتب قبلها مسج عشان ايه عشان مثلا تعرف اليوزر يدخل رقم يعني دي اللي انت بتدخل قبلها الرقم فاكتب مثلا انتر نمبر هنضطر نغير الكونديشن ونخليها بدل نم نوت ايكوال 0 بفلاج مثلا تمام ونعمل ايه هنا بوليان فلاج عشان هو مش راضي يقبل ان احنا نحط نم ما دام مش مدينها قيمه فوق يعني مش راضي يقبل ان احنا نحط نم هنا ما دام مش مدينها قيمه فوق مدينها قيمه في قلب اللوب فمش هينفع مش هيعرف يتشكها طب ما نحط النم فوق السكانر لو حطيت هي إيه؟ مالهاش علاقه ايمن هي طالما نم اصلا موجوده في الوايل تحت من غير قيمه عنده فوق من غير قيمه فلازم اصلا تاخد قيمه في الوايل بالظبط يعني لو انت شقلبتها لو انت شقلبت بين السطور لازم تمام نم ايكوال اس سي دوت نكست انت بعد كده قال لك ايه عايزين بقى نبدا نشوف الرقم ده هو ايفن ولا اد ولا ولا ايه هو ايه نوعه فخلاص انت هتروح عامل اف كده بقى يبقى عندك 3 كونديشنز او 2 يبقى عندك 3 كونديشنز 2 في الاخر بقى اللي هو كونديشن واحد كفايه اف الرقم ده طلع قد هيطبعه else خلاص بص بقى ولو ايفن ما هو انت قد هيطبع ويجمع ايفن هينط ويشوف الرقم اللي بعده زيرو هيطلع من البروجرام كله خالص تمام فهمت الفكره انت هتقول نم اف نم ايكوال ايكوال لا مش ايكوال ايكوال اصلا نم مودولس 2 ايكوال 0 تمام ده كده اود خليها واحد يا سيدي ده كده قصدي ايفن ده كده اود تمام احنا ما عرفناش فوق الصم نقول هنا صم ايكوال 0 تمام صم صم بلس ايكوال نمبر بلس ايكوال نمبر تمام اللي هي صم ايكوال صم بلس نمبر يا سيدي عادي ما تدقش عادي مش لازم كده انا لا انا عشان لو حد مش عارف او حاجه ما بقاش انا ملخبط حد بس مش اكتر قشطه ماشي فاهم قصدي بعد كده هتخش فيها تروح قايل else if ان الرقم ده طلع even طب بس البراكت البراكت بتاعت في كده كده ما دام انت ستيتمنت واحده ايوه بالظبط تمام ما دام انت هتكتب سطر واحد مش مختلف عن بعضه فاهم قصدي؟ نعم هفهمك دلوقتي لا انا فهمت انا عارف نم طيب خلاص نم الفكره ان الباشمهندس كمال كان بيحط براكتس كتير بالظبط دي حاجه تلخبط اساسا انت اصلا طالما عندك بس هو بيحاول يوضح مش محتاج بس اللي مش عارف الناس اللي لو حد من سامع مش عارف لو في سطر كمان غير لو سطرين لازم نحط براكتس لو سطر واحد مش عادي مش لازم هقول لك على حاجه تعالى مثلا نكتب هنا ايه نوت اوت خلاص شايف السطر بتاع الاف سطر بتاع دول كده يعتبروا الاثنين بالنسبه للالس سطر واحد فاهم الفكره تمام فاحنا جينا هنا عايزين بقى الالس بتاعت الاف الاولى الاف الثانيه قصدي هتقول الالس ايه لو زيرو هو كده كده هيبقى يا ايفن يا اود يا زيرو الا بقى لو دخلنا نيجاتيف واحنا مش عايزين نخش في القصه دي بنحاول نحسن يعني ونشرح الفكره خلاص انت كده هتحط السطر بتاع السيستم اوت بقى بالظبط مش سيستم اوت بقى ان هو الفلاج ان انت هتحط الفلاج ايكوال فولس بس يا باشا بس الفكره بقى ان احنا في حاجه ما عملناهاش هنا
ادي الرقم بتاع الوايل. لا ما سيبك من الرو الرقم ماينس، احنا ما عملناش الفكره الاساسيه بتاعه البتاع اصلا ان احنا عايزين السام بالظبط كده. تمام عايزين نحط هنا في قلب الوايل please insert. بس كده باش نرن. تعال عايزين نحط 2 not odd please insert the number 3 5 7 9 6. تمام بعد كده نروح حاطين 0. في حاجة غلط. ايه بقى اللي غلط؟ بص يا باشمهندس هو طبيعي ان اللي انت حاطط فيه الكومنتات دوت ان احنا اصلا انت عاملين فلاجة، انت عملت فلاجة ليه؟ انت ممكن تعمل انكريمنت، انت عايز عايزه مثلا يدخل 5 ارقام او 6 ارقام. لا ما هم مش عايزين يدخل 5 او 6، هم مش محددين، هم عايزين ان هو يدخل ارقام كتير ومش محددين ايه هي ايه عدد الارقام، فانت سايبها له مفتوحه. انت عايزها تبقى مفتوحه على طول هو لغايه لو ما يقرر يقفل بالظبط لحد ما هو ما يقرر يقفل. تمام انسرت نمبر. تمام هقفل هنا 3. لا احنا المفروض عشان اف ايكوال 0 خلاص نعملها جوه اف، عشان يعمل لما تكتب 0 يطلع لازم تعملها جوه اف. عشان صح عشان هو كده كده نم مودلس 2 يعني لو الزيرو مودلس 2 هيطلع بالزيرو في جميع الاحوال. انت صح. هو الريكورد لسه شغال برضه يا جماعه؟ شغال من عند سينيور ستيب. طيب كلاود او خلاص تقريبا كده احنا هنقفل. اصلا انا كنت قاعد بلعب حاجه اصلا فما كنتش مركز مع الباشمهندس قوي. والله بجد اصلا انا عشان حوار الجافا ده انا مخلصها عشان كده. ايوه يا بختك مخلص جامعة في ناس لسه هتبدأ. أنا أصلا داخل الكورس على أساس إنه أندرويد. ما أنت كده كده هتشتغل بالجافا يعني أندرويد. مش أندرويد. هشتغل أندرويد بالجافا. بس كده تقريبا كده هيبقى تمام. كده المفروض إن شاء الله. هو ما بيوصلش اصلا للحته دي عشان كده انا كنت بعمل الحوار ده. ما بيوصلش اصلا لحته ال بتاع ده. عدل معلش عدل خلي الجزء بتاع النم بزيرو فوق قبل في الاول قبل الشرط الثاني، لان هو الشرط الثاني اصلا هيعتبر ان هي كده كده يعني ايوه بدل دوت باللي فوقه. وحط إلس إف. ليه مش حاطط إلس إف؟ حاطط إلس إف مثلا كده. بس انت مش مظبط الكود يعني دوس ألت وكنترول وإل. مش متنظم قصدي كنترول ألت الكود مش منظم. القص هي حتة فعلا ان هو الزيرو محطوط في الاخر بس برضه كان المفروض يوصل لها. بس لا ما هو مش هيوصل لها لسبب لان هو الخطوه الثانيه هتلغي الزيرو كمان. صح الخطوه الثانيه بتلغي الزيرو. صح بس فهو ده كان السؤال. مين اللي كان بيسأل عليه بالاسم؟ عمرو. طيب وحد عايز سؤال تاني يا جماعه؟
لا انا كده اهتم. طيب انا هطير انا بقى كده يا جدعان، هي شكلها اصلا كده وخلاص بقى فضل. هي شكلها ما فيهاش. اه بصوا السؤال، السؤال الرابع من فراغي، انا قعدت اعمل فيه ايه والله العظيم من فراغي اقسم بالله. دخل 3 5 سم عملت فورم ده انت برنس بقى. هو والله والله العظيم من فراغي اقسم بالله. تعالى 15 بقى في بقول لك يا عفيفي ايه ايه يا حبيبي، هو انا لو عايز اطلع الفورم على قد الكلام اللي موجود عندي بس اضبط الاستاذ بتاعها ازاي؟ بدور عليها بقالي 3 4 شهور كده. على حسب انت بتشتغل جي او اي ايه، دراج اند دروب ولا شغال دي جي او اي بتعمل انت الفورم بايدك؟ اه دراج اند دروب. بس اهي دراج دروب زي ما انت شايفه، شايف انا بعملها ازاي؟ لا ما هو انا لما بعمل رن مثلا تمام، ولو جيت مثلا كبرت الشاشه ايوه يعني تكبر معايا بعد الرن مش دلوقتي. معلش يا جماعه عشان ما تظبطش، ممكن مثلا التكست فيلد كده توسع بقى وتروح في ده. انا كمان استاذن ده، ابعت لي الكود ده بس الكود اللي احنا اشتغلنا ده. ده اللي احنا اشتغلنا. حاضر حاضر حبيبي. انا هبعته هنا في الزوم على الاول. اوكي انا بس مش متعود على البتاع ده فبحاول. ايوه الشات. يلا يا جدعان انا هطير انا بقى اروح اكمل بقى بيت التسقط الجميله دي. وصلت تمام كده، ونشوف بقى على الجروب كده هيبعتوا بقى ايه يعني، نشوف ايه اللي هيحصل امتى. الحوارات دي عايزين بقى نعرف مثلا السيشن الجايه بقى امتى، هيبقى في تاسكات ثانيه ولا لا، مع ان المفروض اصلا ما يكونش في تاسكس ثانيه. لا تاسكس كده زي الفل يا باشا. طب نكمل احنا حلينا ده، نسيب ما خدناش حاجه النهارده يعني. قشطه يلا انا هطير انا بقى. خدنا افكار بس يعني محمد انت بتعمل ايه؟ الحمد لله احنا ما خدناش حاجه جديده يعني. يبقى فين هو ايمن؟ ايمن لسه موجود؟ ايمن خرج؟ ايمن طار. تقريبا ايمن خرج. مين اللي كان عايز حوار الفورم؟ ماشي ايوه عفيفي جمال معاك. ثانيه عشان انا في حاجه عندي عامله ازمه. وانت ازاي بتربط ال اليو اي اللي هو بتاع اليوزر ده، تربطه ازاي بالكود الجافا؟ ايوه ده باشمهندس معتصم من هنا اهو. طب ما تتكلم يا عم في ايه؟ انا معاك اهو بسأل. جدعان مين كان بيسأل؟ يا باشا انا بعت لك لينك الجروب دلوقتي اللي احنا عاملينه في الاستخبص كده تمام؟ بننتدش مع بعض. انا عفيفي انا اول. ثانية اقول انا تاني كده. اقول لي انا تاني ايه يا ابن جمال؟ بس جمال بجمع والله يا جمال. مش بص طالما انا مش شايفك قدامي مش هبقى احفظ اصوات قوي ده اكيد فاهمني. ف بص اقول لك على حاجه، هو انت كنت متابع الكورس جافا مع مين؟ لا يا باشا انا ما كنتش باخده مع حد، انا في الجامعه والله برضه في الجامعه. بص انا كنت عامل الفورم كده تمام.